السلام عليكم يا شباب. النهارده ان شاء الله الحصه الثالثه في تشابتر 1 هنتكلم بقى على الاومز لو. بدايه الجد بقى، بدايه اصعب جزء في التشابتر ده. بص يا سيدي، احنا واخدين مع بعض ان في قانون اسمه الفي ايكوال اي فار، الفي ايكوالز اي فار، وكنا بنقول ان الفولت هو اللي بيحرك الكرنت في الريزيستنس، لان الكارنت هو ماشي بيقابل فريكشن، بيقابل ريزيستنس، فلازم مجهود او بوتنشال او انرجي ورك دون عشان نزق الاي جوه الايه، جوه الريزيستنس دي. تمام؟ فكنا بنيجي عند الريزيستنس كده ونقول ان الكارنت بيتحرك من البوزيتيف للنيجاتيف جوه الريزيستنس دي. مين اللي بيحركه؟ الفي. يبقى الريزيستنس دي هتكونسيوم مني بوتنشال اسمه اي فار، المجهود اللي انا اخدته عشان ازق الاي من هنا لحد هنا اسمه V equal I for. فاحنا بقى عايزين ناخد ايه؟ عايزين ناخد اومز لو فور كلوز سيركت. عايزين نطبق نفس القانون ده على سيركت كامله بقى، مش ريزيستنس واحده. اوكي؟ بص يا سيدي، كل هيختلف ان الار دي هتكون الار ايكويفالنت اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، لما كنا قعدنا نجمع كده ايه؟ عندك مقاومات كتير بتفضل تصغر 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 فيهم لغايه ما تبقى مقاومه واحده، اللي هي سميناها الار ايكويفالنت. طيب ايه كمان؟ الاي هيبقى اسمه اي توتال، مش اي اي وخلاص، لا، هيبقى الاي اللي جاي من الباتري، وعشان كده لازم نرسم الباتري. الباتري بقى اكيد معموله من ماتيريال، مظبوط، وهتدرس الكلام ده ان شاء الله عندك في الكيمستري كمان السنه دي، التفاصيل بتاعتها. فالباتري اكيد ليها ريزيستنس، بس بنسميها انترنال ريزيستنس، مقاومه صغيره كده، ار انترنال. مهم جدا الجزء ده، وهنتكلم بالتفصيل النهارده بقى. يبقى الباتري ليها مقاومه نتيجه المواد اللي جواها برضو، قيمتها ار انترنال، غير بقى الايه؟ الار اللي بره اللي هي الار ايكويفالنت. يبقى شكل القانون لما حابب تطبقه على سيركت زي دي شكله يبقى عامل ازاي؟ كل اللي هيحصل انك هتكبر كل حاجه، هتعممها بقى. الفي دي هيبقى اسمها في بي، الفولت بتاع الباتري، التوتال بوتنشال ديفرنس اللي موجود هنا. دي اول نقطه. طب تاني نقطة، الاي هيبقى اسمه اي توتال. ايه كمان؟ الار بقى هتبقى الار ايكويفالنت اللي هي اللي بره، والار انترنال اللي هي اللي جوه الباتري. طب الاثنين دول مع بعض متوصلين ايه؟ بارلل ولا سيريس؟ لو انت واخد بالك هما طبعا سيريس، لان الكرنت ايه؟ ماشي كده هيكمل طريقه ويرجع تاني، ولا اتقسم ولا راح في حته، هو وان باس، لاين واحد، واير واحد، الكرنت عمال يلف فيه. يبقى هما الاثنين سيريس، فهنجمعهم ار ايكويفالنت بلس ار انترنال، وده هيبقى القانون اللي هنشتغل بيه عشان نحسب قيمه مثلا الفي بي. وممكن برضو من هنا تجيب قيمه الاي توتال، الاي توتال ايكوال في بي على ار ايكويفالنت بلس ار انترنال. لو انت واخد بالك هو مش قانون جديد، هو برضو في على ار برضو، بس الفي انا عايز الاي توتال، فالفي هاخد كل الفي اللي هي سميناها ايه؟ في بي، والار هاخد كل الارات، كل الريزيستورز اللي في السيركت اللي هي تبقى الار ايكويفالنت ومعاها كمان الار انترنال. تمام. تعالى نشوف بقى ايه شويه كده يعني الجبرا بسيطه في تفاصيل القانون ده. تعالى ندخل الاي دي جوه، الاي دي هتبقى ملتبلايد الار وملتبلايد الار انترنال كمان، فيبقى شكل القانون عامل ازاي؟ هيبقى الفي بي ايكوال اي توتال في الار ايكويفالنت بلس الاي توتال في الار انترنال. مظبوط، دخلنا الاي جوه. الايكويشن دي بتقول لك ايه؟ ان البوتنشال ديفرنس، التوتال بوتنشال ديفرنس بتاع الباتري هو عباره عن تو سورسز بس، او مكانين بس بيتعمل فيهم البوتنشال ده او بيتصرف فيهم البوتنشال ده. ايه هما المكانين دول؟ الار ايكويفالنت اللي هي الاوتسايد سيركت، هنسميها الاوتسايد سيركت او الاوتسايد ذا باي سورس، يعني اوتسايد سورس، تعال نكتبها اوتسايد سورس افضل. يبقى ده هنسميه اوتسايد سورس اللي بره، الار ايكويفالنت هي الار اللي بره. وطبعا عندك الار انترنال اللي هي انسايد السورس. يعني الباتري بتعمل كم مجهود؟ هما اتنين بس، يا بره يا جوه. لو انت بصيت كده معايا على الرسمه دي، دي الباتري في انترنال ريزيستنس جواها، بس احنا عشان نشوفها رسمتها لك بس بره،
والكرنت التوتال خارج من هنا ومكمل وهيعدي في الريزيستنس دي. فمين هيزق الكرنت من هنا لحد هنا؟ لان في عندي هنا ايه ريزيستنس، فاكيد محتاج ورك، محتاج بوتنشال ديفرنس، محتاج حاجه تزق الاي اللي هي هتكون مين، اللي هي هتكون الاي توتال في الار. بس دي ممكن ساعتها بقى تكون كل الار ايكويفالنت، فده هنسميه في الفولت الاوتسايد، الفولت اللي بره. طب ولما الاي يوصل لحد هنا مين هيعدي الناحيه الثانيه من هنا لهنا؟ مش في عندك ريزيستنس نتيجه الماتيريال اللي معمول منها الباتري، فاكيد انا محتاج برضو انرجي او ورك دان عشان ازق الاي برضو جوه مين، جوه الانترنال ريزيستنس دي، فهنسميه اي ار انترنال. يبقى مجهود الباتري كله هو عباره عن حاجتين، يا اما البوتنشال ديفرنس اوت سايد السورس، يا اما البوتنشال ديفرنس انسايد السورس. طيب يبقى مجهود بيتصرف بره ومجهود بيتصرف جوه، واتفقنا خلاص ان الاي في الار دي هنسميها في، يبقى في بلس اي ار. يبقى خلاص عرفنا ان البوتنشال ديفرنس بتاع الباتري التوتال ورك دون، التوتال انرجي، التوتال بوتنشال ديفرنس اللي هو الفي بي، عباره عن حاجتين بس، عباره عن البوتنشال ديفرنس اوتسايد السورس، الفولت اللي هتبذله من بره، بلس الانترنال. عارف ممكن تفكر فيها زي ايه؟ واحد مثلا شغال موظف بيروح الصبح الشركه، بيطلع بره البيت يروح شركته بيشتغل وبيقبض مثلا فلوس معينه، بيقبض مرتب معين وليكن اكس، بيرجع برده بيشتغل من البيت فريلانس مع الكمبيوتر كده، يعمل شويه شغل ان كان بقى كتابه او ان كان ديزاين او وات ايفر، فبرده بيعمل فلوس وليكن واي. يبقى كل فلوسه، كل الفلوس اللي معاه جايه منين؟ جايه من الاوتسايد البيت اللي هي اكس اللي تيجي من الشركه، واللي بيعمله في البيت اللي هو ايه، اللي هو هيكون واي، مجموع الاثنين نفس القصه. فكرت فيها كده، الفي بي التوتال بوتنشال ديفرنس، التوتال ورك دون، التوتال انرجي، هي عباره عن تو بوينتس بس. البوينت الاولانيه البوتنشال ديفرنس كونسيومد اوتسايد السيركت، المجهود اللي هي بتعمله عشان تزق الاي في الار اللي بره الاوتسايد سيركت، اوكي. ومجهود تاني انها تزق الاي انسايد الانترنالست، يبقى انسايد السورس، يبقى بتعمل كام شغل؟ بتعمل اتنين، واحد بره السيركت بره السورس، وواحد جوه السورس. طيب من هنا بالمناسبه اقدر احسب الافشنسي بتاعت الباتري، كفاءه الباتري، اشوف هي خرجت كام على التوتال تايمز 100. ده اسمه ايه؟ ده اسمه الافشنسي بتاعت الباتري، الافشنسي اوف باتري. احسبها ازاي؟ التيرمينال فولتج، الفولت الاوتسايد السيركت هنسميه تيرمينال فولتج، هنكمل بالتفصيل كمان شويه، ديفايدد التوتال فولت اللي هو بتاع الفي بي تايمز 100، اشوف هي خرجت كام على التوتال في 100. زي كده لما انت مثلا تيجي تحسب مجموعك في ثانويه عامه، هتقول مثلا انا جبت مثلا 400 من كام؟ من التوتال 410 في 100، واشوف كام في المية. اوكي، يبقى ازاي احسب الافشنسي بتاعت الباتري بالطريقه دي؟ طب ازاي احسب نسبه اللوست بوتنشال، الجزء اللي انا خسرته، الجزء اللي انا فقدته ما استفدتش بيه، اللي هو الجزء اللي اسمه اي في ار في 100 برضو. ما هو دلوقتي الباتري بتعمل قلنا مجهودين، مجهود عشان تزق الاي في السيركت اللي بره، او سوري في الاوتسايد سورس، و بوتنشال او انرجي عشان تزق الكرنت جواها نفسها عشان هي عندها مقاومه داخليه. يبقى انا دلوقتي لو شاري باتري زي الباتري دي مكتوب عليها 10 فولت وليها انترنال ريزيستنس، وعايز اشوف الريزيستنس دي هتستهلك مني كام، هتحسب اي في ار، هتروح تلاقيها مثلا 8.5. ايه ده؟ هو انا مش شاريها مكتوب عليها 10؟ اه. طب لما جيت احسب واقيس لقيت ان دي المفروض يوصل لها 10، لقيت يوصل لها كام؟ 8.5، اقل من 10. طب ليه؟ ما هو طبيعي، لان عندك مقاومه داخليه في انترنال ريزيستنس بتسحب جزء من الايه؟ من البوتنشال بتاع الباتري. يبقى دي خدت كام؟ دي خدت اي في ار بتساوي كام؟ 1.5. انا بس بدي الارقام من دماغي دلوقتي، كمان شويه هنحسب كل حاجه بالتفصيل، هنشوف اسئله عليها. يعني بس عايزك تفهم ان انت لو شاري باتري 10 فولت خلاص ده الفي بي. طيب هتقسمه ازاي؟ جزء انترنال جزء اوتسايد، الجزء الاوتسايد اي في ار، اي في ار ايكويفالنت بقى، اوكي؟ طلع 8.5. طب والجزء الانترنال اللي جوه الباقي اللي هو 1.5،
فلما تيجي تجمع الاوتسايد على الانسايد اللي هو الاي ار ايكويفالنت على بلس الاي ار انترنال، هتلاقي 8.5 زائد 1.5 هيطلع لك ال 10 فولت اللي هم الفي بي. يبقى لو الباتري ليها انترنال انا ما بستفادش بكل البوتنشال اللي معاها، هي عليها 10 وجايه معاها انترنال، لا خلاص لو انا بصيت المساله لقيت ان في انترنال يبقى انا مش هستخدم ال 10 بس، هستفاد باقل من 10، وهنشوف حالا في المسائل. يبقى انا ممكن احسب حاجه اسمها efficiency الباتري اللي خرج على التوتال في 100 اللي خرج للاوتسايد سيركت، ممكن يكون الاوتسايد سيركت دي اللي هي مثلا لمبه. طب لو عايز احسب الجزء اللي انا خسرته ما استفدتش بيه لان انت شايل الباتري 10 فولت، في 1.5 انت ما استفدتش بيهم اصلا ما ومش هتعرف تستفاد بيهم خلاص. ليه؟ عشان الماتيريال اللي جوه الايه الكيميكال ماتيريال اللي جوه الباتري دي بتسحب جزء من البوتنشال. اوكي، يبقى هيبقى اي ار على في بي في 100. وطبعا انا كده عارف برضو معلومه ليك انت عارفها في الحاله العمليه كده، الباتري كده كده الافشنس بتاعتها بتقل مع الوقت، زي مثلا الباتري الايفون او زي باتري اي موبايل عامه، بتلاقي الباتري دايما كل ما بتستهلك اكتر تلاقي الافشنس بتاعتها بتقل علشان الريزيستنس دي بتزيد مع الوقت. اوكي، بس فور ناو انا لسه عايز منك الايه المعلومات دي. يبقى انا دلوقتي اتكلمت معاك ازاي ان انا انتقلت من اومز لو لاومز لو فور كلوز سيركت، ازاي طبقته على سيركت كامله مجرد بس اني كبرت كل رمز للحاجه الكبيره بتاعته. ايه؟ الفي تبقى في بي، الاي تبقى اي توتال، الار تبقى ار ايكويفالنت، وطبعا معايا الار انترنال سيريس معاها. طيب اتكلمنا في الكلام ده، قلت لك ازاي تحسب الاي توتال، عايز احسب الكرنت اللي خارج من الباتري بقى احسبه ازاي؟ هيبقى الفي على ار، انهي في وانهي ار؟ انا عايز الاي توتال، يبقى الفي اخد انهي في؟ اخد كل الفي اللي هي اسمها ايه؟ اسمها في بي. طب والار انهي ار؟ اخد كل الار لان انا عايز الاي توتال. طيب ماشي، واتكلمنا كمان ان ده اسمه ايه؟ اسمه الفي بي، ده اسمه البوتين اترنال فولتج، وده اسمه اللوست او الدروب اوف فولتج انسايد الباتري. انا عايزك كده تعمل ايه؟ توقف سنه كده وتكتب بس الثلاث معلومات دول، او تكتب الايه التفاصيل اللي عملتها من اول هنا كده، تكتب ان الفي ايكوال اي في ار، وانتقلنا للفي بي ايكوال اي توتال ار ايكوال انترنال، وان انا دخلت الاي جوه فبقى شكلها عامل كده، بعد كده خدت الجزء اللي بقى اي توتال ار ايكوال ده سميته في، واكتب تحتيها ان هو تيرمينال فولتج، وان الاي في ار ده اسمه الدروب ان فولتج. يبقى انت كده فهمت وسيستمت الدنيا في دماغك ان التوتال بتاع البوتنشال بتاع الباتري متقسم على حاجتين. وطبعا خلاص الاي توتال مكتوب عندك، هتكتب لي بس الافشنسي الباتري احتياطي، وتكتب لي الجزء اللوست او الافشنسي اللوست فولتج البرسنتج بتاعتها. تمام. طيب هنا مكتوب لي ايه؟ اذا باتري درايفز ذا كارنت ثرو ذا ريزيستنس فروم الهاي بوتنشال للو بوتنشال. معلومه بس بعيدها لك تاني مش اكتر، انت اوريدي عارفها من بدري. البوزيتيف هو العصايه الطويله، الكرنت بيخرج منها وادي الريزيستنس اهي ويرجع تاني للنيجاتيف، فهي دايما بتنقله من الهاي لللو، زي المثال بتاع ايه بتاع اللي شفناه في اول حصه او في اول حصه خالص. الكرنت هو داخل على الريزيستنس كده، بتبقى دي اكيد المنطقه الهاي بوتنشال ودي المنطقه اللو، زي كده ما شفنا مثال الباتري اللي هتلاقيه في اول حصه عندك خالص، مش فاكر ورقه رقم كام في الملزمه، هتلاقي الباتري كده ايه رافعه سلك ومنزله سلك والاي نازل كده، يبقى هي بتخلي واير تيرمينال هاير بوتنشال وتيرمينال لو بوتنشال، فكر يتحرك من الهاي لللو. اوكي طيب كلام عظيم، تعال بقى نتكلم في تفاصيل اكتر عن اللي اسمه تيرمينال فولتج ده، نشوف بقى ايه حكايته. بص يا سيدي، خلاص احنا دلوقتي عارفين ان في حاجه اسمها في بي ايكوال الفي بلس الاي ار. عايزك مركز النهارده لان النهارده اهم حصه في الشابتر كله، وخلاص دي فعلا الاخر حاجه هنشرحها في اومز لو خلاص. اوكي، فعايزك تركز جدا فيها لانك لازم تفهمها كويس قوي. فاحنا عرفنا كده خلاص الكلام ده، الفي بي ايكوال في بلس اي ار،
ممكن بقى نجيب ده في ناحيه لوحده كده، لان ده اللي عايزين ندرسه، ده اللي عايزين نتكلم عليه. ال في ايكوال كام؟ ممكن بس اودي الجزء ده مش هو بالبوزيتيف، هبعته الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى عندي هناك ايه؟ في بي ماينس اي ار. قانون في غايه الاهميه والخطوره. لو انت ركزت في القانون ده كده هتلاقي ان في حاجات فيه ثابته وحاجتين بس اللي بتغيروا. ايه هما؟ مبدئيا الفولت بتاع الباتري ما بيتغيرش فده ثابت. طيب بلاش اعمل سهم لتحت كده عشان انت ما تفهمنيش ان انا بعمل ديكريز، لا انا هخليها ايه يعني، هحط بس عندها كده نقطه حمراء. يبقى ده يا جماعه ثابت. الار انترنال برضه ثابت. يا مستر هو انت مش قلت لي في الحاله العاديه والايفون والموبايل اندرويد المقاومه بتزيد مع الوقت؟ ده في الحال طبيعي، احنا هنا اكاديميك بنذاكر الار دي في المنهج عندنا ثابته ما بتتغيرش. لو هو اداها لك بواحد اوم هي هتفضل واحد اوم لحد اخر السنه خلاص ما بتتغيرش. يبقى الار دي لو كانت موجوده، ما هو يا بزيرو يا برقم، لو كانت موجوده خلاص هي كونستنت مش هتغير ولا هتزيد ولا هتقل. مين بقى اللي بيزيد وبيقل؟ الاي. طب ولو الاي اتغير مين يتغير؟ الفي. طب يا ترى العلاقه بينهم عامله ايه؟ دايركت ولا انفرس؟ طبعا هعتبر ان انت مش عارف حاجه خالص، مش فاهم لسه ومش شايف هم ايه مع بعض، فعلا دي امثله. ايه رايك نحط الفي بي ب 10 مثلا زي المثال اللي انا قلته من شويه؟ ايه رايك نحط الار انترنال ب 2 مثلا؟ تعالى بقى نحط الاي، ما انا ناقصني الاي هنا، ونشوف الفي هيبقى بكام، ونلعب في الاي نزوده او نقلله ونشوف الفي بكام. يلا تعالى مثلا نحط الاي بواحد. طب ما 10 ماينس 1 في 2 يعني ب 2، 10 ماينس 2 ب 8 صح؟ 8. طب تحب نزود ده ولا نقلله؟ تعالى مثلا نزوده. يبقى انا هكتب دلوقتي 10 ماينس حاجه في 2. تعالى نزوده، قلنا نخليها سنه 2. طب ما هو 2 في 2 ب 4، 10 ماينس 4 6. ايه ده بقى؟ انت لسه مش شايف؟ ماشي تعالى نكمل. 10 ماينس حاجه في 2، تعالى نزودها نخليها 3 مثلا، 3 في 2 ب 6، 10 ماينس 6 في 4. واخد بالك ان كل ما الاي كان عمال يزيد 1 2 3 كانت الفي بيحصل لها ايه؟ 8 6 4 عملت ايه؟ تقل. يبقى الاثنين دول انفرس، افتكر دايما عشان موضوع الماينس ده، هما الاثنين انفرس. كل ما الاي يزيد كل ما الفي تقل، والعكس لو الاي قلت الفي ايه؟ تزيد. تمام. يبقى احنا خلاص خدنا وعرفنا القانون جه منين. تعالى بقى نرسمه. هنا هرسم الفي، هنا هرسم الاي. عايز اعرف في الكيرف هيبدا منين. بص يا سيدي عشان نعرف اي جراف بيترسم ازاي في المنهج بتاعنا ده، بنبدا ان احنا نعوض عن الاكس اكسس بزيرو. ما انا مش عارف الكيرف يبدا منين، فهحط الاول اي بزيرو واشوف الواي هتبقى بكام بقى. انا هحط ده بصفر، هحطه بصفر يعني كاني واقف هنا، واشوف ده ساعتها بكام. تعال نجرب. هو لو الاي بقى بزيرو، ما هو الجزء ده كله راح، هل الفي بقت بزيرو ولا بقت ايكوال حاجه اسمها في بي؟ بقت حاجه اسمها في بي. طب بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. يبقى الكيرف هيبدا من نقطه هنا اسمها ايه؟ في بي. وانا قلت لك ان هم انفرس، يعني كل ما الكرنت كان بيزيد كل ما الفولت كان بيقل، فتلاقي الكيرف عمال يعمل كده. بس هو طبعا ستريت لاين، انا بس ايدي اللي ايه يعني اتهزت شويه، بس هو طبعا خط مستقيم. طب وازاي بجيب السلوب؟ قلت لك السلوب المره اللي فاتت بالتفصيل، قلت لك بنجيب السلوب ازاي. الواي دلتا واي في ماينس
في بي. لازم تاخد النقطه الانترسبت دي في ماينس في بي على ايه؟ على اي ماينس 0 طبعا اللي هي اي يعني. يبقى لك كام؟ يبقى لك نيجاتيف ار. مستر جت ازاي؟ تعالى كده نعملها واحده واحده. انا عارف ان السلوب في ماينس في بي على الاي، ودي لي الفي بي دي الناحيه الثانيه، هيبقى عندك ايه؟ في ماينس في بي ايكوال نيجاتيف اي في ار. ما هو السلوب بيقول لي في ماينس في بي ديفايدد اي، خلاص ودي لي الاي ده الناحيه الثانيه، يبقى هنا ديفايدد اي، يبقى شيل ده والاي وده الناحيه الثانيه خلاص. يبقى لك مين بقى؟ النيجاتيف ار. النيجاتيف الجراف نازل بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن الانترنال ريزيستنس بتاعت الباتري. اتفقنا؟ طيب وارد في بعض المسائل هنشوفها هيدي لك هنا انجل سيتا، فبرضو الاسلوب هيساوي تان السيتا. طيب ماشي، متفقين لحد هنا؟ تعال نكمل. يبقى دلوقتي نرجع بس تاني مع بعض. الريليشن بين الاي ام اف والفولتج اكروس ا سورس، العلاقه ما بين الفي والفي بي والاي كمان، قلنا V equal VB minus IR. We see that الI decreases gradually in the circuit by increasing the resistance. هو إيه اللي كان هيصغر الكرنت أو إيه اللي كان هيزوده؟ مين أصلاً اللي كان بيتحكم في الI؟ مش كان الريزيستنس؟ فاكر الـ variable resistance الـ rheostat بنعليه وبنوطيه زي ما إحنا عايزين، فكل ما تغير الريزيستنس تغير الكرنت، ولما تغير الكرنت تغير الترمينال فولتج الـ V. يبقى كل ما غير في الR بغير في الاي، ولما بغير في الاي بغير فين؟ بغير في الفي. مثال عشان تبقى فاهم، وهنشوف اسئله كتير جدا على الجزئيه دي. سي ان انا هانكريز الريزيستنس، سي ان انا هزود الار فاريبل. لو انا زودت الاي فاريبل، اسف، لو انا زودت الار فاريبل الاي توتال هيقل. طب ما الاي توتال لما يقل ال V هت ايه؟ هتزيد. قلنا عشان هم انفرس، عشان موضوع الايه؟ الماينس ده. طيب افرض ان الكرنت فضل يقل لغايه ما بقى زيرو، ساعتها الترمينال فولتج ده هيساوي كام؟ لو ده بقى بزيرو خلاص شيله خالص، هتلاقي ال V ايكوال كام؟ ايكوال ال DB. يبقى في حاله ان الاي ايكوال زيرو، البوتنشال ديفرنس اكروس ذا سورس اللي بنسميها ترمينال فولتج، ليها كذا اسم اهو، اول اسم ترمينال فولتج، ثاني اسم الفولتج اكروس ذا باتري. طيب هيكون ايكوال كام؟ هيكون ايكوال الاي ام اف اللي هي الفي بي. وخلاص عرفنا ان السلوب بنيجاتيف ار. جراف كده ظريف قوي جايبه لك والله من مرجع فيزكس علشان تتخيل الموضوع ماشي ازاي فعلا جوه السيركت. بص يا سيدي، مش معنى ان هو من مرجع فيزيكس ان هو مش عليك، لا عادي عليك، وممكن نلاقي في امتحان واحد زيه عادي جدا ويجي عليه اسئله، مفيش مشكله يعني. كله اصلا في الاخر بنجيب الاسئله، حتى الاكزامز احيانا بيجيبوا من مراجع فيزيكس. طيب تعال نشوف كده ايه قصه الجراف ده وازاي نطبقها على السيركت دي. بص يا سيدي، شويه كده معلومات لازم تبقى انت عارفها، اتكلمنا فيها بشكل كده ايه يعني، مش بالتفصيل قوي في اول حصه. الرمز ده اسمه الباتري، الشرطه الطويله اسمها البوزيتيف تيرمينال، والنيجاتيف اسمها، والشرطه القصيره اسمها النيجاتيف تيرمينال. البوزيتيف بتخرج الكرنت اللي اسمه اي، وبعد كده الاي بيكمل طريقه كده وبيعدي مثلا على مقاومتين ويرجع تاني. فاكر في اول حصه قلت لك ايه؟ قلت لك ان الاي بيخرج من البوزيتيف بتاع الباتري شايل على ظهره حاجه اسمها، ده كان عنده بقى خلاص في بي. دلوقتي انت خلاص خدت المعلومات كامله، مفيش حاجه بقى هنكملها المره اللي جايه، خلاص انا النهارده هقول لك كل التفاصيل اللي تخص اومز لو. يعني قبل كده في الحصه الاولى والثانيه كنت اقول لك ماشي دي هتفهمها اكتر كمان حصه كمان حصتين، النهارده بقى خلاص هي دي احنا في الحصه والحصتين دول دلوقتي. بص بقى يا سيدي، هل الباتري هتخرج الفي بي كلها بعد ما انت خلاص عرفت النهارده بقى ان ليها انترنال ريزيستنس؟ هل هي هتخرج الفي بي كلها ولا اقل؟ اقل، اللي هي اسمها ايه؟ اسمها في. الاي بقى بيخرج شايل الفي ده على ظهره كده، الاي شايل شنطه كده كبيره فيها الفي، ويفضل ماشي في السيركت، هيقابل اول ريزيستنس. اول ريزيستنس دي ممكن تاخد منه جزء، وبعد كده الار الثانيه تاخد الجزء الباقي،
ويبقى الاي وصل هنا معاه 0 فولت، معهوش حاجه، الشنطه فضيت. مستر اديني ارقام عشان انا مش فاهم. تعالى نتخيل ان الفي بي يا سيدي ب 10 فولت زي ما انا اتفقت معاك من شويه، ونتخيل كمان ان ليها ار انترنال لا تساوي 0، نوت ايكوال 0، نوت ايكوال 0، يعني هتاخد جزء من العشر. يبقى الفي هتبقى بكام؟ تعالى بقى نفترض ان الفي هتكون ب 8 مثلا، يبقى في 2 ضاعوا مني انسايد ذا سورس ما استفدتش بيهم، يبقى الاي خارج معاه كام؟ خارج معاه 8. طول ما هو على النقط دي معاه كام؟ معاه 8. عدى على الريزيستنس الاولانيه خدت منه 3 فولت، يبقى اول ريزيستنس سحبت مني 3 فولت. وانا ما بينهم وانا واقف هنا معايا كام؟ ما هو حبيبي وانا واقف هنا كان معاك كام؟ كان معاك 8 فولت، مش كده؟ طب ولما عديت على اللمبه دي اللي هي الريزيستنس الاولانيه سحبت منك 3 فولت، بقيت حضرتك واقف هنا معاك الباقي اللي هو كام؟ 5 فولت. فالريزيستنس دي تسحب منك وليكن 5 فولت، بقيت حضرتك واقف هنا معاك كام؟ 0 فولت. كلام منطقي. لو انت بقى جيت جمعت اللي دي خدته بلس اللي دي خدته بلس الانترنال خدت كام، هيدي لك كام؟ هيدي لك 10 اللي هو الفي بي. بص معايا كده، هو 5 و3 والاثنين اللي ضاعوا جوه كده يديني كام؟ 10. طب لو جمعت ال5 بلس ال3 ده الاوتسايد، دي السيركت اللي بره، الفي تيرمينال هيديني كام؟ 8 اللي هو الفي تيرمينال قلنا اللي هو برده بيساوي ممكن اي في ار. يبقى ال10 فولت بتوع الباتري اتصرفوا في مكانين، 2 انترنال 2 او 2 فولت انسايد ذا سورس اللي هم في الانترنال، وفي 8 في الاوتسايد سيركت. ال8 دول مين بيشيلهم؟ الاي بيتحرك بيهم. هو نفس الاي مكمل طريقه على فكره، يعني هو نفس الاي مكمل كده زي ما هو، ولكن شايل معاه شنطه فيها 8 فولت. اللمبه الاولى وليكن تاخد منه 3، يبقى دي هتاخد 5. طب ولو كانت دي خدت 5 يبقى الثانيه لازم تاخد كام؟ 3. ما هو كل اللي معاك اصلا 8، فاهم؟ طب اقول لك، لو دي خدت 4 دي تاخد كام؟ الباقي اللي هو 4، وهكذا. لو دي خدت 6 دي تاخد كام؟ 2، لان هو اللي معاه اصلا كام؟ 8. فطول ما هو ماشي بيحصل له حاجه اسمها بوتنشال دروب، عمال يقل. زي المثال اللي كنت قلت في اول حصه، ان انت خارج مثلا معاك 100 جنيه، رحت الاول قعدت في بلاي ستيشن صرفت مثلا 20 جنيه، بعد كده رحت للسينما صرفت مثلا 80 جنيه، خلاص كده المية خلصت. او مثلا صرفت في السينما 60 يبقى معاك كام؟ يبقى معاك 20. بعد كده مثلا رايح قعدت على القهوه شويه صرفت ال 20، يبقى انت المية اللي كانوا معاك على مدار اليوم المية الفلوس عملت ايه؟ في جيبك عملت ايه؟ عملت قل. في 20 جنيه في البلاي ستيشن، في 60 جنيه في السينما، في 20 جنيه برده على القهوه، وهكذا عملت ايه؟ عماله تقل مع الوقت. يبقى نفس القصه، طول ما الاي عمال يتحرك جوه السيركت البوتنشال اللي معاه عمال يقل. طيب ماشي، تعالى بقى نشوف الجراف اللي يعبر لنا عن القصه دي. بص يا سيدي، انا هنا واقف عند حته اسمها في اي. فين الفي اي؟ اهو اللي هو عند النيجاتيف. عند النيجاتيف قلت لك انا 0 فولت، معيش حاجه، مفيش 0 فولت اهو. طول ما انا عند الفي اي او عند النقطه اي ورايح للنيجاتيف ما كانش معايا حاجه خالص، 0 فولت، مفيش طاقه. طيب ماشي، لو مش مستوعب الحته دي هتفهم بقى من اول هنا، هتفهمها من اول هنا لان هي سايكل. بص اولها زي اخرها لان هو عمال يلف لوب، فهتفهم من الاول هنا. ركز معايا من الاول هنا، لما اوصل للبوزيتيف، لما اوصل للجزء البوزيتيف الشرطه الطويله بقى معايا كام؟ ده انا بقيت بادئ الكيرف من عالي قوي هنا كده اهو، معايا قيمه اسمها اي ام اف او بنسميها في بي، اللي هي في الموقف اللي فات 10 فولت. يبقى انا وانا جوه الباتري عند جزء البوزيتيف انا واقف هنا معايا 10 فولت. استنى عشان ما تتلخبطش مني كده، همسح الجزء ده اهو 10 فولت. ده انا واقف فين؟ هنا عند البوزيتيف. قمت عديت على الانترنال ورحت النقطة اسمها النقطة بي. طب وانت واقف هنا معاك 10 فولت، المقاومة الداخلية دي مش هتسحب منك جزء؟ مش اتفقنا ان هي بتسرق مني حتة؟ صح؟ يبقى في جزء هيضيع من ال 10 فولت. طيب هتاخد مني كام؟ هياخد منك اي ار، اي ار انترنال،
وليكن يا سيدي 2 فولت. بقيت واقف عند النقطة بي معايا كام؟ 8. اهو هتلاقي بقى ايه الكيرف، كنت مكمل مكمل مكمل، اول ما وصلت عند الانترنال الفولت بتاعي قل ولا لا؟ قل بمقدار قد ايه؟ اي في ار. بقى معاك حاجه اسمها ايه؟ في بي، اللي هي بتساوي كام؟ 8. يبقى انا كان معايا 10 ولا واقف عند البوزيتيف معايا 10، عديت على الانترنال نقص مني حته. زي مثلا تنزلت من البيت معاك 10 جنيه، ركبت مثلا مواصلات مثلا ب 2 جنيه، بقى معاك كام لما وصلت؟ خلاص معايا 8 جنيه. اهو نفس القصه، نزلت خارج من البيت معايا 10 جنيه 10 فولت، عديت على الانترنال خدت مني حته، وليكن الحته دي مثلا ب 2 فولت. بقيت واقف هنا معايا 8 فولت. اوكي؟ طيب وبعدين؟ يبقى انا واقف هنا كده معايا كام؟ 8 فولت. الكرنت ماشي 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 وشايل على ظهره كام دلوقتي؟ 8. عظيم جدا. لما يجي بقى عند الريزيستنس دي اللي هي الاوت سايد سيركت، لازم تاخد منه الباقي، لازم تخلص اللي معاه خالص. فلما اجي عند الريزيستنس دي هياخد مني اللي اتبقى. هو انت كان معاك كام؟ 8 فولت، انا هاخد منك ال 8 فولت كلهم. ويبقى معاه هنا كام؟ طول ما هو مش هنا معاه كام؟ معاه 0 فولت. عرفت بقى ليه قلت لك وانا واقف عند النيجاتيف هبقى 0 فولت؟ لان الكارنت خاص بيكون خرج وصرف كل اللي معاه. تعال نكمل على الجراف. يبقى انا واقف عند النقطه بي كان معايا 8 فولت، قمت ماشي في طريقي، طول ما انا ماشي انا لسه معايا 8، لسه ما صرفتش حاجه، عديت على ريزيستنس هتاخد مني كل اللي بقى معايا اللي هو كام؟ اللي هو هيكون اي في ار، اللي هو هيكون ب 8. بقيت واقف عند النقطة ايه معاك كام بقى؟ معاك 0 فولت. وعشان كده يبدأ الجراف تاني من عند النقطة ايه ب 0 فولت، يبدأ الكارنت يوصل هنا معاه 0 فولت، الشنطة اللي معاه فضيت خلص فلوسه خلاص، يخش على الباتري يتشحن ب 10 فولت تاني هيبقى معاه 10 فولت، فيعدي على الانترنال يديها 2 يبقى معاه 8، يكمل بيهم يصرفهم هنا يرجع 0 يتشحن تاني وهكذا. دي السايكل بتاعتنا. خد بالك بقى من نقطة مهمة جدا، علشان مفيش غير مقاومة واحدة بس هي اللي قدامي، فكل الثمانية اللي معايا هصرفهم على الريزيستنس دي. اوكي؟ هو الكرنت كان واقف هنا شايل معاه 8 فولت، دخل على السيركت ما لقاش غير مقاومة واحدة وان ريزيستنس، ال 8 فولت اللي معايا اديهم لها خلاص كده شكرا. عكس المثال اللي انا قلته من شوية، لما كان هنا كنت انا راسم كام مقاومة؟ كنت راسم لك 2 R1 وR2 ونفس الارقام بالظبط. انا واقف هنا معايا كام؟ 8 فولت. هل انا صرفت ال 8 كلهم على اول واحده او حتى الاخر واحده، ولا الفولت اتقسم عليهم؟ الفولت اتقسم عليهم عشان هما 2. طب افرض كانت مقاومه واحده، تعال نفترض ان هي كانت only one resistance R1. تاني الباتري معاها كام؟ 10. في انترنال وليكن خدت 2، يبقى الفي ترنال بكام؟ ب 8. يبقى الاي شايل كام؟ 8. هيصرفهم على مين؟ على اللي موجود في السيركت عندك. عندي كام مقاومه؟ واحده بس. خلاص دي ياخد كام؟ 8. هتسحب مني 8 فولت. اوكي؟ افرض بقى ان هم كانوا 2. والله على حسب كل لمبه، ممكن اشتري لمبه مثلا 100 واط، ممكن اشتري لمبه 200 واط. فوارد وارد دي تسحب منك 2. طب بقى معاك كام؟ ما هو انا كان معايا 8. صرفت هنا 2 يبقى لي كام؟ 6. هيروحوا فين؟ هيروحوا هنا. ده لازم يعني لازم الكارنت يوصل هنا معاه 0. تخيل نفسك كده بابا وماما في البيت ادوك 1000 جنيه قالوا لك انزل اتبسط واصرفهم وارجع. بذمتك هترجع معاك حاجه ولا هتصرف كل ال 1000 جنيه؟ هتصرفهم، هترجع معاك 0. نفس القصه، الكارنت خرج من هنا معاه 8 فولت، لازم يرجع تاني معاه 0 فولت. سوري مش الاي ايكوال 0، اسف الاي شايل هنا 0 فولت مش الاي ايكوال 0. الاي طبعا ما بيبقاش 0، الاي بيفضل زي انت نفس الشخص بتلف مثلا تروح الدروس بتاعتك وترجع البيت، نازل الصبح معاك انرجي تنزل طول اليوم عمال تصرف انرجي ترجع البيت معاك 0 انرجي خلاص. تعال بقى نشوف لو كانوا 3، لو هم 3 ريزيستورز برضو الباتري كانت مثلا 10 فولت، في انترنال سحبت منك مثلا 2، هتخرج معاك كام؟ معاك 8. يبقى الكارنت واقف هنا معاه كام؟ معاه 8. يبقى ممكن اكتب لك كده ان الكارنت خلاص واقف هنا معاه 8 فولت. دلوقتي لما كام واحده؟ 3. لازم ال 8 تتقسم على ال 3، مفيش واحده فيهم تاخد 8 كلهم.
او اتنين بس اللي هيجوا 8 كلهم، لا بيتقسم بحيث في النهايه انه لما يوصل هنا يبقى معاه 0 فولت. وارد اول لمبه تسحب منه مثلا 2 فولت مثلا، تاني لمبه تسحب مثلا 3، تالت لمبه لازم تبقى كام؟ ما هو 8 صرفت 2 على اللمبه الاولى، بقيت واقف هنا معايا كام؟ 6 فولت. اللمبه دي خدت مني 3، بقيت واقف هنا معايا كام؟ 3 فولت. لازم اللمبه دي تاخد 3 فولت ويرجع هنا 0 فولت تاني. اوكي، اللي هو متوصل مع مين على طول؟ مع النيجاتيف، يبقى دايما النيجاتيف 0 فولت. تمام؟ طيب دلوقتي بقى عايز منك اربع نقط، اهم اربع نقط تكتبهم ورايا دلوقتي اللي هنحل بيهم ان شاء الله اي مساله. اول اتنين اللي هم التو رولز اللي احنا لسه قايلينهم، اللي هو اومز لو واومز لو فور كلوز سيركت. الاتنين التانيين اهم بكتير واهم بمراحل، انا مسميهم فيزيكال كونسبت، قلناهم الحصه اللي فاتت بس النهارده بقى هنشوف هنشتغل بيهم ازاي. اول حاجه خالص ال V equal I for R ده اوريدي انت عارفه، بيتطبق على ريزيستنس واحده بس، الكرنت بيتحرك من البوزيتيف للنيجاتيف عشان يتحرك من هنا لهنا بيستهلك او بيتصرف عليه انرجي او ورك قيمته ال I for R او ال V equal I for R. تاني حاجه اتكلمنا على اومز لو فور كلوز سيركت، ان ال V equal I total، ال V B equal I total R equivalent plus R internal. واخدنا شكلين للقانون ده. الشكل الاولاني اني ممكن احسب من هنا الـ I total، يبقى انت بالقانون ده ممكن تحسب الـ VB مثلا. الـ I total هيكون شكله عامل ازاي؟ V على R عادي جدا. بس انهي V وانهي R؟ طبعا انا عايز I total يبقى VB و R equivalent طبعا plus R internal. الحاجة التانية انك تحسب لي الـ terminal voltage او الفولتج اكروس ذا باتري، اللي هو الفي ايكوال في بي ماينس اي ار. ده الكلام الايه؟ قوانين اللي عارفين. التو فيزيكال كونسبت اللي اتكلمنا فيهم المره اللي فاتت سريعا كده، النهارده بقى بالتفصيل وازاي نشتغل بيهم وازاي نحل بيهم المسائل. لازم تكتبهم ورايا دلوقتي عشان مش عندك في ملزمه، تكتبهم ورايا. رقم 3، البوتنشال ديفرنس اللي هو ال V بيحصل له ايه في حاله السيريز؟ is divided in serious connection. الفولت بيتقسم في حاله السيريز. لا عايز افهمها دي، اتكلمت عليها من شويه لما قلت لك لو عندي باتري، الباتري دي مثلا مبدئيا الانترنت بتاعها بزيرو، يعني اللي مكتوب عليها هتخرجه، مكتوب عليها 10 فولت هتخرج 10 فولت، خلاص الموضوع منتهي. معنى ان الفولت بيتقسم في السيريس ان الاول مقاومه لو خدت منك 2 لازم الثاني تاخد الباقي اللي هو كام؟ 8. ولو الأولانية خدت 6 التانية تاخد 4، ولو الأولانية خدت 5 التانية لازم تاخد 5. يبقى ده معنى البوتنشال بيتقسم في السيريز. افرض يا مستر كانت نوت ايكوال 0، يبقى الباتري هتخرج كام؟ أقل من 10. هتروح تحسبها في المسألة، ال V ايكوال VB ماينس IR، وليكن طلع معاك 8 مثلا، وليكن طلع 8، أول واحدة لو خدت منك 3 يبقى التانية تاخد كام بقى؟ هتقول لي 7 ولا هتقول لي 5؟ لأن في منكم اللي هيفكر ازاي؟ أوكي أنا معايا 10 10 ماينس 3 7 يبقى دي تاخد 7. وفي منكم اللي فاهم، اللي يقول أوكي انا عندي انترنال خدت مني جزء وليكن 2، فالباتري هتصرف عليا 8، انت خدت كام يا عم الحاج؟ 3، يبقى انت تاخد الباقي 5. مش هتروح بقى للفي بي، هتروح للفي اللي هو الفي ترنال الفولت اللي هيخرج من الباتري. متفقين؟
ده يا سيدي معنى كلمه مغزى. ده يا سيدي معنى كلمه ان البوتنشال از ديفايدد ان سيريس. مهمه جدا. نقطه رقم 4 البوتنشال ديفرنس البوتنشال ديفرنس اللي هو الفي بيحصل له ايه في حاله البارلل؟ فاكر قلنا المره اللي فاتت از كونستنت. فين في البارلل كونكشن؟ الكلام ده مهم جدا. دولت اللي هيفتحوا معاك اي مساله ويحلوا معاك اي مساله. انما الاثنين اللي قايلين القوانين اوكي قشطه عادي كله عارف القوانين جميل قوي. وبعدين يعني دي الفيزيكس بقى يعني بوينت نمبر 3 بوينت نمبر 4 دول الفيزيكس من اومز لو. ده اللي هيحل لك اي مساله. ده لازم تكون فاهمه. ده انت لو مش فاهمه خلاص كده ملهاش اي لازمه. يعني كل اللي فات ده مش لازمه. مش هتعرف تحل مش هتعرف تحط قلم في مساله. لازم تكون فاهم ده كويس جدا. تعال نشوف بقى البوتنشال از كونستنت في البارل. لو انا عندي نفس البطاريه وليكن دلوقتي الانترنال بتاعها بزيرو وهي انا شاريها مكتوب عليها 10 فولت يبقى الفي بي 10 فولت. وعندي هنا مقاومتين بس متوصلين ايه بقى؟ بارلل. اللي عايزك تعرفه الباتري كده طالما الانترنال بزيرو هتخرج 10 فولت ولا اقل؟ تعالى نحط في القانون بتاع الفي ترمينال الفي ايكوال في بي ماينس اي ار. ما هو يا مستر الار بزيرو يبقى الفي ايكوال كام؟ في بي. يبقى الباتري هتخرج كل اللي معاها ال 10 فولت. ال 10 فولت هيروحوا فين؟ هيتصرفوا على السيركت. السيركت فيها ايه؟ كذا ريزيستنت متوصلين كذا ريزيستنس متوصلين بارلل. يبقى دي هتاخد 10 فولت والار الثانيه هتاخد برده نفس ال 10 فولت. ما تقوليش بقى ان 10 و10 20 اكيد لا لان التوتال اصلا ب 10. فالفرق من هنا البوينت دي والبوينت دي الفرق 10 فولت. بوتنشال ديفرنس بين ذم 10 فولت. ان شاء الله لو وصلت لي 50 واحده غيرهم كل واحده من دول معاها 10 فولت. اتفقنا؟ فاكر كده في البوينت مثلا اللي اتكلمنا فيها المره اللي فاتت كنت بقول لك ايه؟ سمي دي 1 طول ما انت ماشي في نفس السلك نفس الاسم يبقى دي اسمها 1 دي اسمها 1 لما بعدي الناحيه الثانيه 2 2 2 اول ريزيستنس ما بين 1 و 2 ثاني ريزيستنس بين 1 و 2. انا بقول لك بقى ان البوتنشال بين 1 و 2 از 10 فولت. يعني البوتنشال هنا 10 فولت والبوتنشال هنا 0 فولت. قلت لك اللي متوصل مع النيجاتيف ده دايما 0 فولت. طب 10 ماينس 0 ب 10 يبقى الفرق من النقطه دي للنقطه دي كام؟ 10. انت بقى حطيت 50 مقاومه 50 ريزيستنس 50 لمبه ما بين نفس النقطتين ما بين ال1 وال2 بالمنظر ده طز مش مهم. ما اصل كده كده البوتنشال ديفرنس ما بين 1 و2 از 10 فولت. يبقى دايما دي عليها كام؟ 10 فولت. 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 اوكي كلهم عليهم نفس ال10 فولت نفس ال10 فولت. عشان كده بقول كونستنت كونستنت. اوكي طيب سي بقى ان الانترنال كانت نوت ايكوال زيرو. تعالى نفترض سؤال تاني ولكن الانترنال فيه نوت ايكوال زيرو الفي بي ب 10 الانترنال برقم وات ايفر كان كام هنشوف المساله كمان شويه وعندي برضو كذا ريزيستنس ان بارلل هروح احسب ال v equal vb minus ir. يا جماعه انا بفترض من دماغي ال r برقم معين فمثلا هنا طلع لي 8 في الاخر فاهم. انما في المسائل كمان شويه هوريك ازاي نحسب. هيكون بقى معاك الكرنت هيكون معاك ال vb هيكون معاك ال r internal فهتحسب وتجيب ال v فاهم. الناس اللي دي عشان بشرح لك وبفهمك فانا بفترض ارقام من دماغي. بفترض ان ال vb 10 مثلا ال r internal باي رقم وال i باي رقم. المهم في النهاية يديني كام في الآخر؟ هيخرج 8. طيب يبقى اللي هيخرج من الباتري كام؟ 8. يا مستر ده أنا شاريها ب 10 فولت. أه هتخرج كام؟ 8. ليه؟ عشان في انترنال ريزيست. في جزء هيسحب فولتج أو انرجي من الباتري مش هتستفاد بيه في حاجة. يبقى دي هيوصل لها كام؟
اول مقاومه يوصل لها كام؟ يوصل لها 8 فولت. دي كده عليها كام؟ 8 فولت. طب المقاومه الثانيه عليها نفس 8 فولت. اتفقنا؟ ان شاء الله وصلت 50 واحده بارل كلهم عليهم 8 فولت. لان الفرق مثلا دلوقتي لو سميت البوينت دي 1 تبقى دي اسمها 1 تبقى دي اسمها 1. طبعا دي 1 الناحيه الثانيه 2 سلك فاضي نفس الاسم 2. فالفرق دلوقتي عند البوتنشال عند 1 الكرنت شايل على ظهره كام؟ 10 ولا 8؟ شايل 10 لانه خارج خلاص من السورس بقى. وهو واقف وهو جوه السورس كده مع 10 هيخرج من السورس هيعدي على المقاومه اللي جوه هيديها رشوه كده اديها 2 فولت بقى خارج هنا معايا كام؟ 8. فانا واقف هنا معايا 8 فولت. لما اوصل هنا انا متاكد ان معايا 0 فولت يبقى الفرق كام؟ البوتنشال ديفرنس كام؟ 8 ماينس 0 ب 8. فدي عليها كام؟ 8 ودي عليها كام؟ 8. ولو رسمت لك 50 واحده عليهم كام؟ 8. اتفقنا؟ ده تاني كونسبت مهم جدا في اومزلو. يبقى البوتنشال بيتقسم في السيريس اهو او الواحد والبوتنشال ثابت في البارل. تعال نشوف ممكن برضه استفاد ازاي بس انا اتكلمت فيه المره اللي فاتت هعيدها لك برضه دلوقتي. استفاد بايه؟ بان البوتنشال ثابت في البارل. اول قانون بما ان البوتنشال ثابت في البارل يبقى في 1 ايكوال في 2. لو عندي مقاومتين بارل يبقى الفولت اللي على الاولى هو الفولت على الثانيه. يبقى اي 1 ار 1 ايكوال اي 2 ار 2. وكتبت لك كمان المره اللي فاتت انك لما تجيب الايكويفالنت بتاعهم هيبقى ايكوال اي توتال ار توتال. يعني مثال عشان تبقى فاهم، ادي ار 1 وادي ار 2 بارلل ولا مش بارلل؟ بارلل. قمت انا لميتهم مع بعض في حاجه اسمها ار توتال، يعني خدتهم كده برودكت على الصم ومجمعهم مفعصهم كده في مقاومه واحده اسمها ار توتال. الكرنت اللي هنا اسمه اي 1، الاي 1 في الار 1 هيديني في 1. هو اي 2 في ار 2 اللي هو في 2. هو برضو اي توتال في ار توتال اللي هو هنسميه الفي توتال. تمام؟ الفولت اللي عليهم كلهم. يعني لو الفولت هنا 5 هيبقى هنا 5، ولا لو جمعتهم هما الاثنين هيبقى برضه 5. طب وايوه يعني ده استفدنا بيه ايه يا مستر في الاخر؟ ده يا سيدي لو انت فاكر المره اللي فاتت جبنا منه قانون اسمه كارنت ديفايدر. لما تحب تقسم الكارنت ممكن استخدم القانون ده. ممكن استخدم قانون ثاني اللي قلناه المره اللي فاتت برضه. اي 1 ايكوال ار 2 على ار 1 بلس ار 2 في الكارنت اللي داخل يتقسم. واتكلمنا فيه الحمد لله بالتفصيل المره اللي فاتت. طيب عندي هنا ديفينيشن للاي ام اف خدناه في اول الحصه خالص بس المره دي هعيده لك تاني بصيغه ثانيه. الاي ام اف او الفي بي هي البوتنشال ديفرنس او الفولتج ديفرنس اكروس السورس. امتى الفي تكون ايكوال للفي بي؟ في حاله من الحالتين. ما هو القانون اصلا ماينس اي ار، فانا عايز اشيل الكلام ده. اشيله ازاي؟ يا اما الاي تبقى بزيرو، يا اما الكرنت يستوب تو فلو خلاص ما بقاش في كهرباء اصلا، بنسميها اوبن سيركت. يعني تلاقي السيركت عامله كده، السويتش اوبن بالمنظر ده، هو كده الكرنت هيمشي اصلا. فاكر في اول حصه قلت لك عشان الكرنت يمشي انا محتاج ان الكلوزد سيركت، فهنا الفي ايكوال في بي على طول، او ان الار تبقى بزيرو. يبقى عندي حالتين الفي ايكوال فيهم الفي بي، يا اما الكرنت هو اللي يبقى بزيرو، يا اما الار انترنال هي تبقى بزيرو. طيب ايه كمان؟ او التعريف القديم بقى اللي قلناه في اول حصه خالص، ان هو التوتال ورك دون اللي بينقل التشارج فروم بوينت لبوينت او ثرو ذا هول سيركت بقى انسايد اند اوتسايد. تعال نشوف كده مع بعض. اول سؤال عندي هنا الفي بي ب 12 والار انترنال بزيرو. دايما عينك على الار انترنال. الار انترنال دي هتسبب لنا مشاكل كتير جدا، فلازم تبقى مركز معاك كويس قوي. هل هي بزيرو ولا مش بزيرو؟ لان الطريق الحل هيختلف تماما، او الارقام والمسائل والحسابات هتختلف تماما. عندي هنا ايه؟ عندي ريزيستنس هنا 4 اوم سيريس مع كومباينيشن كده ما بين ال 12 وقيمه اسمها ار انا ما اعرفهاش، انا عايز قيمتها. وبيقول لي جيفن عندك ان الار دي واخده 8. انا طالب من حضرتك اربع نقط بس نحل بيهم اي مساله. الفي ايكوال اي في ار،
ال في بي ايكوال اي توتال بلس ار ال في بي ايكوال اي توتال فار ايكويفالنت بلس ار انترنال. البوتنشال بيتقسم في السيريس، البوتنشال ثابت في البارالل. طيب حضرتك عايز قيمه الار، احنا عارفين من شابتر 1 معلش اعتبر بقى ده مش موجود دلوقتي، انت عارف من اول حاجه خالص ان الار في على اي يا مستر. ما هو الفي جيفن 8، هو قال لك ان دي عليها 8، هو معترف بده ان هي عليها 8 فولت. اوكي ما تروحش تاخد ال 12 لان ال 12 مش كلها هتروح هنا، ما هو لسه في مقاومه ثانيه ليها نصيب ثاني سيريس مع بعض هم. طب فين الاي بقى؟ يبقى المساله دلوقتي بتقول لك هات لي الاي اللي هنا، هات لي الاي بتاع الار، مش بس الاي توتال ولا الاي اللي هنا، لا الاي بتاع دي بس. طب اجيبها ازاي دي؟ فواضح ان اول نقطه انا قلتها لك ما نفعتش اللي هي الفي كول اي فور، وبالتالي تاني نقطه برده مش تنفعك اللي هي الفي بي ايكوال اي توتال فار ايكويفالنت بلس ار انترنال. هتقول لي يا مستر ما الانترنال بزيرو، ماشي يا عم الار ايكويفالنت هتعرف تجيبها؟ لا لان الار مش معاك، الاي توتال معاك برده مش معاك، حاجتين مش معاك، يبقى برده القانون ما ينفعش. يبقى انت الحاجتين اللي قلت لك عليهم في اول المساله، اول اربع نقط، اول نقطتين منهم ما نفعوش، وده اللي قلت لك هيحصل معاك في اغلب المسائل. تاني نقطتين هم اللي هينفعوا معاك دايما، ان البوتنشال بيتقسم فين؟ في السيريس، والبوتنشال ثابت فين؟ في البارلل. تعال نطبقه هنا. عندك بارلل هنا؟ يا مستر عندي، ما هي الار دي بارلل مع ال 12، يبقى زي ما دي عليها 8 دي كمان عليها 8. كده انا استخدمت كارت رقم 4 ان البوتنشال ديفرنس، اول واحد ما ينفعش، ثاني واحد ما ينفعش، رابع واحد ان البوتنشال ثابت في البارلل فعلا دي عليها 8 يبقى دي عليها كام؟ 8. عظيم. استفدت انت ايه يعني دي عليها 8؟ معاك في ومعاك ار، تعرف تجيب لي الكارنت اللي هنا؟ هتمسك الكالكليتر وتقول ان الاي ايكوال في على ار، الفولت اللي عندي 8 والار اللي عندي ب 12، يبقى الكارنت هيطلع 8 على 12 ب 2 على 3 2 اوفر 3 امبير. يبقى الكارنت اللي هنا يا شباب عرفنا خلاص، هكتب لك بس ان دي عليها 8 فولت، والكارنت اللي هنا 2 اوفر 3 امبير. عظيم. كده انت استخدمت كارت رقم 4، فاضل لك كارت رقم 3 ان البوتنشال بيتقسم في السيريس. عندك سيريس؟ عندي سيريس. فين السيريس؟ البارتيشن ده الريزيستنس دي سيريس مع الحته دي كلها، مظبوط ولا لا؟ مظبوط. لازم الفولت اللي هنا بلس الفولت اللي هنا يكون ايكوال 12. طب ما الراجل مشكورا بيقول لك ان الجزء ده واخد كام؟ 8. هو اللي قايل والله. يبقى الجزء ده اكيد بالمنطق كده خد كام؟ الباقي اللي هو 4. يبقى اذا دي عليها 4 فولت. واحده واحده التوتال فولتج ب 12. ال V equal V B minus I R. اي نعم معيش ال I بس معايا ان ال R بكام؟ بزيرو، يعني الجزء ده اتلغى. يعني ال V equal V B، يعني الباتري هتصرف ال 12 اللي معاها كلهم. هيروحوا فين؟ على ال 2 partition دول، القطعتين دول. أول جزء من السيركت واخد منك 8. طب تاني جزء ياخد الباقي، ما أنت معاك 12. صرفت هنا 8 يبقى هنا في كام؟ 4. يلا نكمل بقى. طب بعد ما انا عرفت ان هنا في 4 فولت، وعرفت ان هنا في 8 فولت، والكرنت هنا قلنا ب 2 على 3 امبير، انا اصلا كنت عايز اعمل ايه يا فاكر؟ كنت عايز اجيب الاي اللي هنا، صح؟ طب ما انا لو جبت الاي اللي بره وماينصته من الاي ده اجيب الاي ده، لان الاي اللي هنا بلس الاي اللي هنا يديني الاي اللي هنا، صح ولا لا؟ يبقى هقول ايه؟ الفي على الار 4 على 4 ب 1 امبير. يبقى انا جبت الاي توتال من قانون تاني، في على ار، او سوري مش قانون تاني بقى، من حته تانيه في السيركت. ما هو انا كاتب لك القانون فوق ايه؟ الاي ايكوال في بي على ار ايكويفالنت بلس ار انترنال. يا عم انا معيش الار ايكويفالنت، صح؟ فهيبقى من حته تانيه. الفي دي على ار دي يبقى 4 على 4 ب 1 امبير. يا مستر هو اشمعنى يعني لما قسمت ده على ده اداني الاي توتال؟ طب ما انت هنا عملت 8 على 12، ليه ما قلتش ان الاي توتال؟ علشان يا حبيبي ده فرع رئيسي منه للباتري على طول، مين برانش من البوزيتيف ومعدي على 4 اوم، ده الكرنت الاساسي، ده الفرع الرئيسي، الشارع الرئيسي. انما ده شارع جانبي لسه، الكرنت لما يجي هنا زي ما قلنا المره اللي فاتت هيتقسم،
حابب يخشوا كده وحابب يخشوا كده. اتفقنا؟ يبقى عشان كده جبت الاي توتال بالطريقه دي. يبقى انا عندي هنا كام؟ 1 امبير. طب ال1 امبير دي لما تيجي هنا هيتقسم ولا لا؟ هيتقسم. دخل هنا كام؟ 2 اوفر 3. يبقى هنا يخش كام؟ تعال نحسبها. الاي اللي ماشيه في الريزستنس هتساوي 1 ماينس 2 اوفر 3 هتكون ايكوال 1 اوفر 3. يبقى انت عندك هنا كرنت قيمته 1 اوفر 3 امبير. كده مشكلتنا اتحلت ولا لا؟ لان دلوقتي الار هتكون بتساوي كام؟ راحت فين؟ لان دي ار. يلا طب يا جماعه دي ار، لان الار هتكون في على اي، الفي ب 8 اهي معاك. الاي اللي ماشيه جواها هي بكام؟ 1 اوفر 3. هيطلع معاك كام؟ هيطلع معاك 24. برضو دي غلطه مبعيه، ايكوال 1 دي غلطه مبعيه. يبقى الاجابه 24. تعال نشوف السؤال الثاني. ايه ذا بوتنشال ديفرنس بين اكس اند واي؟ ادي اكس يا عم الحاج وادي واي. البوتنشال ما بينهم كلهم من هنا لهنا كده ب 20 ماشي. والكرنت اللي ماشي الاميتر ريدز 1 امبير، يعني الكرنت اللي هنا بكام يا جماعه؟ 1 امبير. and the voltmeter reads 5 volt. الكابتن ده بيقرا 5 فولت. طالب منك بقى شويه طلبات. اول حاجه the value of the resistance R، سهله. انا عايز الار دي. طب ما الار بتساوي كام؟ v على i. ال v اللي على الار بكام؟ اخد ال 20 كلها ولا اللي عليها بس؟ اللي الخمسه اللي عليها بس. ما الفولتميتر ده بيقرا من هنا لهنا، من بدايه لنهايه الريزستنس بيقرا 5، يبقى الفولت اللي عليها ب 5. والكرنت بكام؟ اللي معدي فيها ب 1 امبير. بيها كام؟ 5 اوم. يبقى الار في على اي 5 على 1 ب 5 اوم. قرايات الفولتميترز كلها هنتكلم عليها بالتفصيل، كل قرايات الفولتميترز تتخيلها. طب وبعد كده؟ عايز الفاليو بتاعت الاس، ايه الاس ده اصلا؟ الاس ده قلنا لو عليها لو ريزيستنس شرشره كده ولا سهم، قلنا ان اسمها فاريبل ريزيستنس او ريستات، مقاومه متغيره، ممكن نلعب في قيمتها. هو عايز قيمتها تكون بكام؟ طب ركز معايا كده. مش احنا قال لنا ان من هنا لحد هنا من البدايه للنهايه 20 فولت؟ اه. المقاومه دي خدت كام؟ خدت 5. يتبقى كام؟ 15. هيروحوا فين؟ للي اتبقى اللي هو ده. يبقى دي لو عليها فولتميتر هيقرا كام؟ 15 فولت. لان البوتنشال ديفرنس من اكس لواي كله ب 20. المقاومه دي بس خدت 5، يبقى كام اللي معايا؟ انا كان معايا 20 جنيه، صرفت هنا 5 جنيه، يبقى معايا كام؟ 15. هديهم لمين؟ للاس. اعرف احسب قيمه الاس في على اي، الفولت ب 15 والكرنت هو نفس الكرنت لان هما الاثنين متوصلين سيريس. فالكرنت ماشي زي ما هو، يبقى الاي سيم والفي بيتقسم ديفايدد. كده جبنا خلاص قيمه الاس. السؤال رقم 3، عايز ريدنج الاميتر وريدنج الفولت ميتر when 20 اوم is connected in series with them. اه عظيم قوي. عايز يعمل ايه؟ عايز يحسب الاجهزه دي بتقرا كام لما يضيف هنا كمان مقاومه بكام؟ ب 20 اوم. يبقى حضرتك جبت دي بكام اصلا في الاول؟ 5 اوم. ودي بكام؟ 15 اوم. وهنحط عليهم كمان 20 سيريس. والبوتنشال ديفرنس التوتال زي ما هو ب 20 فولت. خلاص سهله برضو. قرايه الاميتر الاي اقدر اجيبه منين؟ من الفي على الار. في على ار. الفولت من الاكس للواي كله 20. الريزيستنس من الاكس للواي بتساوي كام؟ هم كلهم سيريس. 5 و15 20، 20 و20 40. يبقى 20 على 40 يعني نص امبير. كده جبنا قرايه الاميتر يا عم. طب وبعدين ازاي اجيب قرايه الفولتميتر؟ هو الفولتميتر ده متوصل على مين؟ متوصل على الار دي بس اللي قيمتها كام؟ 5 اوم. طب الفولت بيساوي كام على الريزيستنس؟ اول نقطه في الاربع نقط اللي قلت لك عليهم، الفي ايكوال اي في ار. الاي جبناه بكام دلوقتي؟ بنص. الار بكام؟ بخمسه. يبقى قيمتها كام؟ 2 ونص. تعالى نشوف مسألة رقم 3. In the shown circuit find the reading of the ammeter and the voltmeter. طيب الجيفن اللي معايا ان ده بيقرا كام؟ 3.
يعني الكرنت اللي ماشي في الفرع ده بس 3. واضح ان دول بارلل طبعا سيريس مع ده. عظيم. لما في بارلل كونكشن قلت لك لازم تفكر في اكتر من حاجه. اول حاجه ان V1 equal V2 يعني I1 R1 equal I2 R2 current divider مش كده؟ ان البوتنشال كونستنت. فخلاص هقول ان V equal V يبقى V1 equal V2 يبقى الـ I في الـ R equal الـ I في الـ R. طيب الـ I في الـ R 3 في 10 equal الـ I في الـ R. لا يا مستر مش معايا الـ I هنا بالظبط، وعشان كده هنحسبها I في 5 بقى 3 في 10 equal I 2 في 5. تعرف تحسب الـ I 2 ده يطلع 30 على 5 هو ده الـ I 2 اللي هو هيكون بكام؟ ب 6. يبقى انت عرفت ان ده كام؟ 6 امبير. يبقى اكني جبت الفولت هنا I في R بكام؟ 30 فولت. طب انا قايل لك ان البوتنشال كونستنت في البارلل، يبقى لو ده عليها 30 يبقى اللي فوق عليها كام؟ 30. طب والكرنت بيساوي كام عامه؟ في على ار، يعني 30 على 5 يعني 6 امبير. وهو ده اللي احنا عملناه، هو ده اللي احنا عملناه. دي طريقه ودي طريقه مفيش مشكله. طب يبقى الكرنت هنا بكام؟ ما هو دلوقتي في 3 ماشيين كده هيقفوا عند النقطه دي ويستنوا، وفي 6 داخلين كده هيقابلوا التلاتة اللي قبلهم عند النقطة دي. يبقى انا عندي 3-6 داخلة كده وتلاتة داخلة كده، يتجمعوا يخشوا هنا يبقوا كام؟ يبقوا 9 امبير. صح؟ اجيب بقى قريت الفولتميتر ازاي؟ الفولتميتر بيقرا I في R، يعني بيقرا 9 في 8 ويطلع معاك كام؟ 72 فولت. سؤال جه فاينل 2014 ثيرد سيشن، دي مش شويه بس في الكيدو كانت حلوه يعني. الكتريك سيركت كونتين 4 ريزيستورز R1 R2 R3 R4. الكرنت انتنسيتي ان ايتش اوف ذم از 0.3 0.3 0.4 0.2. يعني اول واحده جواها كهرباء ب 0.3 والثانيه نفس الكهرباء والثالثه 0.4 والرابعه 0.2 امبير. طيب قيمة أول واحدة 60 أوم، سوري 6 أوم، تالت واحدة 15، الانترنال بواحد ومعكش حاجة تاني. أول سؤال show by drawing the method of connection of these resistors. عايزك تتخيل إزاي ممكن أوصلهم أصلا. كان ليه حلين المسألة دي، هناخد الحلين ونتكلم فيهم. بس فكر إزاي، أنا دلوقتي معيش غير current. طيب أنا مذاكر إن السيريس الكرنت فيه ثابت، أو سوري سيم الكرنت سيم في السيريس، ومذاكر إن الفولت سيم أو كونستنت في البارل. عندك هنا حاجة نفس الكرنت؟ آه. ما هو أول وتاني واحدة شايلين نفس الكهرباء. طب ده معناه إيه؟ ده معناه إن هما الاتنين متوصلين سيريس. ده معناه ان هما الاثنين متوصلين سيريس، ان R1 وR2 متوصلين سيريس. ليه؟ لان هما الاثنين معدي فيهم نفس الاي. طيب R3 وR4 شايلين كرنتس مختلفه، يبقى اذا متوصلين بارل. يبقى انا ممكن اقول لك ايه؟ ان الرسمه عامله كده، R1 وR2 سيريس مع بعض، R1 اصلا ب 6 اوم، R2 انا ما اعرفهاش، والR3 ب 15 هوصلها بارلل، وR4 معرفهاش هوصلها بارلل. يا مستر هو انت ليه وصلتهم بارلل؟ عشان الكرنتس مختلفه. ما هو الكرنت بيتقسم يا جماعه، فلما يتقسم قيمته تتغير. هو مثلا كان ب 5 امبير توتال، دخل هنا واحد، دخل هنا اثنين، دخل هنا واحد ونص، دخل هنا نص، فكل ده ايه؟ كرنتس مختلفه، دليل على ان هو بارلل. خلاص. ووصل بعد كده ايه؟ الباتري. طالب من حضرتك بقى ايه؟ قيمة الباتري والار اكويفلنت وار 2 وار 4 وكل القصة دي. تعال نشوف ممكن نعمل ايه. مش انت دلوقتي معاك ان الكرنت هنا ب 0.3 والكرنت هنا ب 0.4 والكرنت في اخر واحدة بكام؟ 0.2. انا كده استفدت من حتة السيريس خلاص، طالما هم سيريس نفس الكرنت عرفت الرسمة هتترسم ازاي، فأول نقطة بالنسبة لي خلاص خلصت. عايز اجيب قيمه R4، بعد كده اجيب قيمه R2.
طب هم متصلين مع بعض ايه؟ بارل. انا قلت لك في البارل الفولت ثابت يعني I1 R1 equal I2 R2. تعال نطبق القانون ده كده ونشوف هنوصل لفين. هكتبها مثلا هنا او اقول لك على حاجه حلوه، ممكن نمسح الكلام ده اصلا حل مكانها. يلا بينا. هقول اي 3 ار 3 ايكوال اي 4 ار 4 عشان احسب قيمه ار 4، يبقى ده بارلل مع ده، يبقى الفولت ثابت، يبقى الاي في الار ايكوال اي في الار، يعني 0.4 في 15 ايكوال 0.2 في ار 4. هتطلع الكالكليتر وتحسب قيمه الار 4، هتودي لي دي بالديفايدد تحتيهم 0.4 في 15 على 0.2، هيطلع الار 4 ب 30 اوم. شكرا يا عم، عرفنا ان الار 4 ب 30. كده احنا جبنا ايه؟ ار 4. طب ازاي قيمه ار 2؟ ما هو نفس القانون نفس القصه برضو، ان الفرع ده بارلل مع الفرع ده، يبقى الاي في الار ايكوال الاي في الار. تعال نشوف هنطبقها ازاي بقى. يبقى هتقول لي ايه؟ اي 3 ار 3 ايكوال، بص بقى كده، اي 1 براكت ار 1 بلس ار 2. ليه بقى؟ بص يا سيدي، الفرع الاولاني ما فيهوش مقاومه واحده، في مقاومتين والمقاومتين سيريس، يبقى الاي في الار 0.4 في 15 اللي هي اي 3 ار 3 ايكوال الاي اللي فوق في الار اللي فوق، الاي اللي فوق 0.3، الار اللي فوق كام واحده؟ 2، ال 6 والار 2 سيريس ولا بارلل؟ سيريس. يبقى اكتبها كده، يلا نعوض، يبقى 0.4 15 ايكوال اي 1 اللي هو 0.3 اهو في ار 1 اللي هي ب 6 بلس ار 2 اللي هي ار 2 معرفش. وعايزين قيمتها بقى، وعايزين قيمتها. طيب اعمل ايه؟ ممكن لحد هنا تعمل لي شيفت سوفر كالكليتر، وممكن نجيبها واحده واحده، ودي ال 0.3 الناحيه الثانيه بالديفايد تحتيهم، يبقى هكتب 0.4 في 15 على 0.3 هيطلع لك 20، يبقى 20 ايكوال 6 بلس ار 2، يعني الار 2 بتيكوال، ودي 6 بالماي بالديفايد بالماينس 20 ماينس 6 هيطلع معاك كام؟ هيطلع معاك 14. عظيم، يبقى جبنا الار 2. خلاص انا كده جبت ان الار 4 طلعت معايا ب 30 والار 2 طلعت معايا ب 14. تعرف تحسب لي الار ايكويفالنت؟ اه، ما هو 6 وال 14 دول سيريس، يبقى ب 20، ال 20 بارل مع ال 15 بارل مع ال 30، اخدهم بارل كلهم، 1 على 20 زائد 1 على 30 زائد 1 على 15 ويطلع 3 على 20 وتقلب الانسر، يبقى الار ايكويفالنت 20 على 3. يا مستر عايز قيمه الفي بي، سهلة برضو. قيمة الفي بي نجيبها ازاي؟ الفي بي لها قانون، سوري، الفي بي لها قانون اللي هو بيقول ايه؟ اي توتال ار ايكويفالنت بلس ار انترنال. الاي توتال قصته دلوقتي بقت سهلة، لان الاي دلوقتي هو مجموع ال 0.2 وال 0.4 وال 0.3، الثلاث فروع مع بعض 0.2 و 0.3 و 0.4 طلع لي 0.9، والار ايكويفالنت جبناها 20 على 3 والار انترنال ب 1، يبقى 0.9 ملتبلاي 20 على 3 بلس ال 1 هيطلع لك ان هي بكام؟ 6.9 فولت. ده كان ايه يا جماعه؟ ده كان الحل التاني اهو. طبقنا الاي في الار ايكوال الاي في الار، الاي اللي هنا في الار اللي هنا ايكوال الاي اللي هنا في الار اللي هنا، وجينا منها ار 2 زي ما انت شفت من شويه، وطبقت الاي اللي هنا في الار اللي هنا ايكوال الاي اللي هنا في الار اللي هنا، وجبت الار 4 تلاقيه ب 30. اعرف اجيب الار ايكويفالنت؟ اه، دول مع بعض سيريس، بارل مع الار 3 بارل مع الار 4 طلع معايا 20 على 3. خد بالك انت ال1 على الار ايكويفالنت 3 على 20 بتقلب الانسر، تقلب 20 على 3.
وبعد كده اعوض اجيب الفي بي زي ما عملت من شويه، في بي ايكوال اي توتال فار ايكويفالنت بلس ار انترنال طلعت 6.9. ده كده الحل الاولاني. طب ما هو ليه حل تاني؟ ايه الحل التاني بقى يا سيدي؟ هو لازم عشان هما الاثنين نفس الكهرباء نفس الاي، ده يبقى معناها ان هما سيريس، ما ينفعش بارلل يعني. لا ينفع. ازاي؟ بص بقى، انا هقول لك ان هما طالما الاثنين شايلين نفس الاي، طالما ار1 وار2 شايلين نفس الاي، فهما الاثنين ركز في الكلمه بارلل وايكوال. طب ليه؟ ما هما لو ايكوال الكرنت لما هيتقسم هيتقسم عليهم بالتساوي. يبقى هنا لو في 0.3 امبير وهنا في 0.3 امبير، المقاومه الاولى هو قال لك ان هي كام؟ بستة. يبقى اكيد الثانيه برضو بستة لان هما الاثنين شايلين نفس الكرنت. يبقى في كام احتمال دلوقتي؟ احتمالين. الحل الاولاني اللي انا قلته ان هما طالما نفس الكرنت يبقوا سيريس وحلناها خلاص. الحل الثاني ان هما يبقوا بارلل بس عشان يشيلوا نفس الكهرباء يكونوا هما الاثنين نفس الريزستنس، اكنهم لمبتين بارلل لبعض فالكرنت قسم بتساوي عليهم. دي الفكره الثانيه. ومن هنا فعلا رسمنا الشكل ده. وطبعا طالما هما الاثنين الار 3 الار 3 والار 4 بقى شايلين كرنتس مختلفه، يبقى برضو هما كمان بارلل لبعض. طب اشمعنى بقى انا قمت راسم ار 2 سوري ار 3 وار 4 رسمتهم سيريس مع ار 1 وار 2؟ اشمعنى؟ مش انا كان ممكن اجيبهم بارلل ليهم برضو؟ بص يا سيدي، انت قلت ان الكرنت هنا 0.3 ده جيفن، وقال لك ان الكرنت هنا 0.3، فانا اتاكدت ان كده هما الاثنين بارلل وايكوال، واكيد الكرنت اللي جاي من بره ب 0.6. طبيعي ان الاثنين دول يبقوا هما كمان سيريس معاهم عشان فعلا 0.4 و 0.2 تديني 0.6، يبقى ال 0.6 كملت طريقها جت هنا اتقسمت، دخل هنا 0.2 ودخل هنا 0.4. اتفقنا؟ طيب واعرف بقى خلاص اجيب ار2. ار2 ده على طول طلع بكام؟ طلع ب 6، لان برضه الاي في الار ايكوال الاي في الار اهو. 0.3 في 6 اهي ايكوال 0.3 في ار2، يبقى الار2 بكام؟ برضه ب 6. ما قلت لك يبقوا بارلل وايكوال، يبقى يا اما الاثنين لو شايلين نفس الكهرباء يا اما هما الاثنين سيريس يا اما هما الاثنين ايكوال وبارلل. خلاص. ازاي يبقى اي ار 4؟ نفس القصه، الاي في الار ايكوال الاي في الار. 0.4 في 15 ايكوال 0.2 في ار 4. 0.4 في 15 اي 3 ار 3 ايكوال اي 4 ار 4. 0.2 في ار 4 وتجيب الار 4 ب 30. اعرف اجيب هنا الار ايكويفلنت؟ اه 6 و6 بارلل ب 3، يبقى دول كده ادوني 3 على الكالكليتور بروجكت على الصم. طب 15 و30 دي 33 هيدوني كام؟ هيدوني 10. ايه علاقه ال 10 بال 3؟ سيريس، يبقى الاثنين سيريس بلس، يبقى الار ايكويفلنت في النهايه 13 اوم. اعرف اجيب الفي بي؟ اه الفي بي ايكوال اي توتال ار ايكويفلنت بلس ار انترنال. الاي توتال ب 0.6 اللي هو مجموع 0.3 و0.3 او 0.4 و0.2، والار ايكويفلنت ب 13 والار انترنال ب 1 تطلع 0.4. دي المساله الوحيده اللي عندنا في المنهج اللي لما اخترنا حلين مختلفين طلعت نتائج مختلفه. ده عاده او بنسبه 99% مش معانا في المنهج، مش في الفيزيكس. لازم لما امشي من طريق معين اوصل لحل، لو اخدت طريق تاني اوصل نفس الحل، طريق تالت اوصل نفس الحل. دي المساله الوحيده اللي جت في 2014 الدور الاول اللي اخترنا فيها طريقتين للحل وكل طريقه طلعت انسرز مختلفه والاثنين طبعا صح. انما بعد كده خلاص الكونفليكت ده مش موجود، كل الاسئله اي طريق انت تاخده هيوصلك نفس الانسرز. البورت الجاي بقى دلوقتي هنتكلم على الفولت ميتر ريدنجز كلها. تعال بقى نشوف الفولت ميتر ريدنجز، هنشوف الكيسز، هما 10 كيسز كان مذاكرهم كويس وفاهمهم كويس كده عشان لازم يجوا في الفاينل، لازم. مفيش امتحان الا وفي الفولت ميتر ريدنجز من شابتر 1. اول حاجه خالص، اول كيس عندنا ان يكون الفولت ميتر، يا جماعه الفولت ميتر ده ديفايس بيقرا البوتنشال ديفرنس، بيقرا الفي، هندرسه بالتفصيل في اخر تشابتر 2.
طيب ال V لما توصل على constant resistance R ثابتة تقرأ كام؟ I في R. دي أول كيس. عايزك تعرف إن الـ R دي R ثابتة. هحط بس في نقطة حمراء كده عشان نميزها. الـ R دي ثابتة. هو عليها سهم ولا ملهاش؟ ملهاش. يبقى constant fixed fixed resistor. وبالتالي لو أنا جيت في المسألة وهنشوف حالا في المسألة برضو بعد ما أخلص التين كيسز هنحل. لو أنا نزلت الـ I صغرته الـ V يحصل له إيه؟ الـ VL لأن هما الاتنين دايركت. يبقى الـ V والـ I هنا دايركت. طب لو الـ I زاد الـ V تزيد صح ولا لأ؟ لأن الـ I خلاص ثابتة كأنها مش موجودة. I زاد V تزيد، I قل V تقل عادي. كلام بسيط. ديك ده أول كيس سيبك منها. تاني كيس ان يكون الفولتميتر متوصل على variable resistance R variable او ريوستات. ركز معايا في الحتة دي مهمة قوي. ال R variable ممكن نزود قيمته. وبالتالي لو انا زودت ال R variable هلاقي ان الكارنت يحصل له ايه؟ هلاقي ان الكارنت هيقل. طب يا ترى ال V بقى كده تتأثر بمين؟ تسمع كلام مين؟ هتسمع كلام ال R variable هنلاقيها انها زادت. لان الـ R بتزيد بدرجة اكتر بكتير من الـ decrease في الـ I. يعني ممكن الـ R تزيد اربع مرات تلاقي الـ I مثلا قل النص مش الربع لا النص. في مين يغلب؟ مين تأثيره اقوى؟ دايما الـ resistance. دايما الـ resistance تأثيره اقوى على الـ V. يبقى when R variable increase the voltage increase even though ان الـ current decrease. يعني حتى لو الـ I قل هو كده هيقل طبعا بس الـ V هتسمع كلام الـ R. اكتب لي كده الـ V تبقى عندك الـ V هتسمع كلام الـ R. يبقى الـ R لما تتغير الـ V تسمع كلامها. الـ R زادت الـ V تزيد، الـ R قلت الـ V تقل. يا مستر ده الـ R زادت والـ I قلت الـ V حصل لها ايه؟ تزيد. تأثر مين؟ بالـ R. طيب حالة رقم 3 ان الفولتج او سوري البوتنشال ديفرنس الفولتميتر يبقى متوصل على الباتري يقرا حاجه اسمها الفي تيرنال اللي قعدنا نهاتي ونشرحها بالتفصيل من النهارده اللي هي بتساوي كام؟ في بي ماينس اي ار. والله بقى انت لقيت في السؤال الراجل بيقول لك الار انترنال بزيرو خلاص يا عم الغي ده. لقيته بيقول لك انها موجوده خلاص عوض يعني هتبقى اي في ار كبيره في بي ماينس اي ار. حاله رقم 4 و5 ان يجي لك سيركت فيها اكتر من باتري. وارد يكونوا مع بعض بيزقوا مع بعض وارد يكونوا بيزقوا عكس بعض. تعال نشوف اول واحده ان هما الاثنين عكس بعض. لو هما الاثنين عكس بعض هلاقي نعرف منين؟ هتلاقي دي بتخرج الكرنت من البوزيتيف كده انما الثانيه بتخرج الكرنت من الناحيه من البوزيتيف عكس الايه؟ عكس العكس دي. يبقى دي بتخرج كده ودي بتخرج كده يبقى الاثنين عكس بعض معايا؟ طيب طب وبعدين ازاي ممكن اجيب قيمه الاي؟ الاي يا سيدي من هنا هيكون بيساوي كام؟ كالعاده في على ار. بس انت هنا عندك كام في؟ 2. سيم ولا اوبوزيت؟ اوبوزيت بيكسروا في بعض عكس بعض. هعمل لهم ماينس في بي 1 ماينس في بي 2. يا مستر انهي 1 وانهي 2؟ خد الكبيره هي الاول وخلاص الكبيره ماينس الصغيره. طب والار؟ هاخد الار ايكويفالنت. طيب وايه كمان؟ الار انترنال بتاعت الاولى والار انترنال بتاعت الثانيه لان كلهم متوصلين سيريز. في منكم بقى بيروح يعمل ايه؟ بيروح يعمل زي ما عمل هنا ماينس بيروح يعمل هنا ماينس. اصل هم عكس بعض في عكس بعض في كل حاجه اي كلام بقى. لا العكس بعض في البوتنشال في الفولتج اه ده بيزق كده وده بيزق كده انما الريزيستورز كلها متوصله سيريس. الار دي والار 1 والار 2 كلهم سيريس مع بعض اجمعهم. طيب كده حضرتك جبت ايه؟ جبت الاي. تعالى بقى نجيب في 1 ونجيب في 2. كون ان انت عندك اتنين باتري عكس بعض اوتوماتيك لازم واحده فيهم تبقى سورس وواحده فيهم تشارج.
واحده فيهم بتشحن بتدي والثانيه بتتشحن، هي اللي بتسحب. يبقى لازم الاقي واحده سورس واحده تشارج. طب هميز بينهم ازاي؟ هتلاقي يا سيدي ان الباتري الاقوى من المنطقي هي اللي هتغلب، هي اللي هتكسب. دي مثلا 10 دي 5، مين اللي هيكسب ال10؟ يعني الكارنت هيمشي ازاي؟ هيمشي كده وهو اللي هيغلب. الفريق الاحمر هو الاقوى، انا كنت راسم دي بالاحمر ودي بالاخضر. الاحمر هو اللي يكسب عشان هي 10 فولت ودي 5 فولت. مين السورس؟ ال10. مين اللي تشارج؟ مين اللي بتسحب وبتاخد مني؟ الايه؟ اللي تشارج ال5 فولت. طب لما احط فولتميتر على الاولى وفولتميتر على الثانيه يقرا كام؟ والله السورس زي اللي قبلها سورس، يقرا في بي ماينس اي ار عادي جدا. في بي 1 ماينس اي ار 1، ضيف عندك برضو ان انا في 1 في بي 1 بتكلم على الباتري الاولى. طيب انما اللي تشارج هي بتسحب مني، ما بتدينيش، ما بتزقش معايا، ما بتساعدنيش، بتكسر فيا وبتاخد مني ايه؟ 5 فولت. فبقول ان هي في بي 2 بلس اي ار 2. الاي طبعا هو نفس الاي لان كلهم سيريز. يبقى خد بالك لما يكون في اتنين باتري عكس بعض، واحده سورس واحده تشارج، السورس هي الكبيره في بي ماينس اي ار، انما اللي تشارج بتسحب بتاخد، يبقى في بي بلس اي ار. يبقى الباتري الاقوى هي السورس، الباتري الاضعف هي اللي تشارج. وعرفنا ازاي نجيب قيمه الاي. افرض لقيت ان الاثنين مع بعض خير وبركه، الاثنين بيزقوا مع بعض، يعني الاثنين بيساعدوا بعض، يبقى الاثنين بالنسبه لي سورس. الاثنين بيساعدوا بعض، يبقى الفولتج هيقرا على السورس باتري الاولانيه في بي 1 ماينس اي ار 1 عادي جدا زيه زي السورس رقم 3. طب والثانيه؟ ما هي برضه سورس، ما هي برضه بتزق معايا، يبقى في بي 2 ماينس اي ار 2 دايما. يبقى دي عليها 10، هتخرج 10 ولا اقل؟ اقل. دي 5، هتخرج 5 ولا اقل؟ اقل، لانها سورس بتزق معايا، فالانترنال بتاعها بيسحب حته من الخمسه، الانترنال بيسحب حته من العشرة، فبالتالي بتخرج اقل. يبقى الاثنين سورس، في بي ماينس اي ار، في بي ماينس اي ار. طب والكرنت يا مستر هنا نجيبه ازاي؟ ما هو كالعاده في على ار. انهي في؟ الاثنين في، سيم ولا اوبوزيت؟ سيم، بيزقوا مع بعض، يبقى في بي 1 بلس في بي 2 على ار ايكويفلنت بلس ار 1 بلس ار 2 برضو. عادي جدا مفيش كلام جديد يعني. يبقى اللي يهمني هنا واللي انت بتنساه بصراحه هي دي. اغلب الطلبه بيقعوا في حته رقم 4 دي اللي هي اللي تشارجت باتري، بينساها اصلا. اي في على باتري يقرا في بي ماينس اي ار، اول ما يشوف فولتميتر على باتري هوب اكتب في ايكوال في ماينس اي ار. لا تكون مصحصح كده، هو انت سورس ولا تشارج؟ انا الصغيره، انا الضعيفه، يبقى انا تشارج، انا بسحب، يبقى هكتب في بي بلس اي ار. يعني عشان برضو حته كده انت فاهم، الفولتميتر ده هيقرا حاجه اكبر من 5 فولت. ايه يعني انت شاري باتري 5 فولت او احط عليها فولتميتر يقرا اكتر من 5؟ ليه؟ لان في انترنال كمان. يبقى الانترنال بيسحب وهي نفسها بتسحب. هي بتسحب كام؟ بتسحب 5، ما بتزقش معاك ب 5، بتسحب منك 5، وهي اوريدي معموله من ماتيريال، فليها انترنال ريزيستنس، فبتسحب اي في ار. عشان كده بنعمل لهم ايه؟ بلس. يبقى دي بتكونسيوم، بتستهلك، بتاكل مني، بتسحب مني بوتنشال ديفرنس. يبقى في 1 طبعا هيقرا رقم اصغر من 10 لانها سورس، هي 10 فولت بتزق بال 10 فولت ولا اقل؟ اقل طبعا عشان في انترنال زي ما قلنا. تعال نخش في حاله رقم 6، انك تلاقي الفولتميتر متوصل على باتري وريزيستنس. انا دايما بسمي التيرمينالز بتاعت الفولتميتر دي بسميها دراعاته. بص على دراعات الفولتميتر، بص على دراعاته الاثنين ماسكين مين، دراع ماسك الباتري من هنا ودراع ماسك الار من هنا. يبقى في النص ايه؟ الباتري والار. الانترنال بس دي انا رسمها لك بره عشان ما تنساهاش، انما هو مش هرسمها لك كده في الامتحان، هيكتبها لك بس كده. بص هيعمل لك باتري كده ويكتب لك ار انترنال في بي وريزيستنس وشكرا، ويسيبك انت بقى مع نفسك. انت بقى تلاحظ بقى في انترنال ايه علاقتها بالار دي؟ سيريس.
فانا عشان ما انساش برسمها لك ايه؟ برسمها لك سيريس بره. فالفولت هنا يقرا كام؟ انا متعود ان الفولت ميتر لما يتوصل على الباتري بشكل عام بيقرا في بي ماينس اي ار. بس المره دي انا عندي ريزيستنس ثانيه ما بين درعات الفولت ميتر، هاخدها سيريس مع الانترنال، يبقى هقول اي ار بلس ار بس، يبقى اكنها عادي بيقرا في ترمينال برضو في بي ماينس اي ار. بس الار هنا كل الارات اللي ما بين درعاته، بص من هنا اهو لحد هنا، مين الريزيستورز اللي ما بين درعاته الاثنين؟ دي ودي، اخدهم سيريس. اوكي، طب لو كان في واحده كمان بارلل هاخدها بارلل معاها واكتبها هنا عادي. اتفقنا؟ ده كده حاجه رقم 6. يبقى الفولت ميتر على باتري وريزيستنس في نفس الوقت بس كونستنت، يقرا ايه؟ في بي ماينس اي ار بلس ار. وكالعاده طبعا ايه علاقه الفي بالاي؟ علاقه انفرس، لان انت لو ركزت حضرتك كده هتلاقي ان دي ثابته والار دي ثابته والانترنال في المنهج بتاعنا ثابته، يبقى الفي والاي هما بس اللي بيتغيروا. طب ايه دايركت ولا انفرس؟ زي ما احنا لسه واخدين من شويه ان هما انفرس، الاي لو قل الفي تزيد، يبقى هما الاثنين عكس بعض. يبقى لما الكرنت يقل الفي هت ايه؟ هتزيد والعكس. تعال بقى نصعب الموضوع شويه. تعال نخلي ان المقاومه اللي ما بين الدراعات الفولت ميتر دي اللي هي جنب الباتري نخليها مقاومه متغيره، ريزيستنس فاريبل او ريوستات. ساعتها القانون بتاعي برضو في ايكوال في بي، برضو اكنه متوصل على باتري عادي، في بي ماينس اي ار، بس الار اللي ما بين دراعات الفولت ميتر. طب مين الارات اللي ما بين دراعات الفولت ميتر دلوقتي؟ بقى عندي الريوستات والانترنال، ايه علاقتهم ببعض؟ سيريس، اخدهم سيريس، يبقى ماينس اي ار في بلس ار انترنال. ركز بقى معايا كويس قوي في رقم 7، يبقى انا طالب منك تركز في رقم 4 وفي رقم 7 تنساهم او بيلخبط، دي هتلخبطك شويه. رقم 7 دي محتاجه تركيز، ركز ارجوك لانها فعلا هتلخبطك. الفي ايكوال في بي ماينس اي ار. تعال نركز كده، مين هنا ثابت؟ الفي بي ثابت، الار انترنال ثابت، عدا ذلك كله بيتغير. ركز بقى معايا، تعال نمسك الار فاريبل ونزودها. هو مش لما الريزستنس بتزيد الكرنت بيقل؟ اه، ادي يا عم الكرنت. ركز بقى معايا كده، الار زادت فالاي قل شويه، الفي تسمع كلام مين؟ قلناها في رقم 2 قلت لك الفي بتسمع كلام الار، فالمفروض ان اقول لك ان الريزيستنس دي يحصل لها ايه؟ الفولت ده يحصل له ايه؟ المفروض يسمع كلام مين؟ يسمع كلام الريوستات، مظبوط؟ والريوستات زاد، فالمفروض ان اقول لك ان الفي تزيد، بس لا، الفي هتقل. لو انت مصحصح عشان الماينس ده، يبقى في حاله رقم 2 هرجع لها تاني. الفي بتسمع كلام الار، كان الفي منها للار على طول كده، مفيش ما بينهم بقى ماينس. طب بص بقى لو رجعنا هناك كده هتلاقي الفي ايكوال في بي ماينس اي ار، مش زي رقم 2 الفي ايكوال اي ار في، فلو ده زاد ده يزيد ولو ده قل ده يقل، مش دايركت بقى مع بعض. لا هو دلوقتي بقى عندي ايه؟ بقى عندي ماينس في النص، فالار لو زادت طبيعي اوتوماتيك ان الفي تقل عشان الماينس ده، فارجوك ما تنساش النقطه دي. طيب تعال نشوف برضو تركات تانية. فولت ميتر متوصل على اوبن سيركت، بص كده، باتري متوصله مع ريزيستنس وفي ريزيستنس كمان وفي سويتش، بس السويتش ده ايه؟ اوبن ولا كلوزد؟ اوبن. اوبن يعني الكرنت بكام؟ بزيرو. بص معايا على دراعات الفولت ميتر، هل قادره انها تلمس الباتري؟ بص كده اهو، وصل للبوزيتيف ولا ما وصلش؟ وصل للنيجاتيف ولا ما وصلش؟ وصل.
يبقى الفولت هنا يقرا كام؟ في بي ماينس اي ار. يا مستر ده السيركت ده سيركت ده الفولتميتر متوصل على ريزيستنس يعني بيقرا اي في ار، فاغلبكم بيعمل ايه؟ بيقول الفي ايكوال اي في ار. ما هو مستر بس اللي قال لي في رقم واحد لما الفولتميتر يبقى على ريزيستنس بيقرا اي في ار، صح؟ بس هنا السويتش ايه؟ اوبن. فانت هتقوم رايحين لي اه طب بالاي بزيرو يبقى الفي يقرا زيرو. غلط. غلط ليه بقى؟ لان الفولتميتر لقى حاجه ثانيه يقراها، اتوصل بالباتري، قادر يلمس بدراعاته الباتري فيقرا الباتري في ايكوال في بي. يبقى لما الفولتميتر يتوصل على باتري مع اوبن سيركت يقرا الفي بي، اوكي؟ علشان التيرمينالز بتاعت الفولتميتر متوصله بالسورس تيرمينالز، اطراف الفولتميتر لمسه اطراف الايه؟ الباتري. هتقول لي مستر بس ثانيه واحده. البوزيتيف ده او التيرمينال ده الطريق ما بينه وما بين البوزيتيف الطريق سالك، فهو فعلا لامس البوزيتيف. انما النيجاتيف ده ما بينه وبين التيرمينال ده في ريزيستنس، فانت غلطان. انت المفروض يا مستر ما تقوليش ان هو بيلمس النيجاتيف كده. ما هو يا حبيبي الاي بزيرو لان السويتش اوبن، فانا اصلا مش شايف ده، ده اصلا مش موجود. يعني انا ممكن اعملها لك كده دلوقتي اهي، ولكنها موجوده عادي جدا، واقول لك النهايه هي برضو. يبقى عشان الاي بزيرو الريزيستنس اللي كانت هنا انا مش شايفها، انا شايف ان الدراع ده لامس النيجاتيف والدراع ده لامس البوزيتيف. طب عشان تفهم اكتر، حاله رقم 9 اختها بالظبط، بس ركز كده كل اللي عملته ايه، بس انا مسحها لك تقارن كده بعينيك كويس. ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ هتلاقي ان انا دخلت دراع الفولتميتر هنا، طلعت المفتاح بره. تعال بقى نشوف دلوقتي الفولتميتر بيقرا كام. لما الفولتميتر يبقى على ريزيستنس حاله رقم واحد قلت لك ايه؟ يقرا اي في ار. طب والاي هنا بكام؟ ما هي السيركت يا مستر اوبن، يعني الاي بي زيرو، يبقى الفي ار زيرو، صح؟ الله، اشمعنى هنا بقى؟ اشمعنى هنا عملت كده؟ طب ما فوق قلت لك غلط ليه؟ بص بقى معايا كده، بص على التيرمينالز بتاعت الفولتميتر، ادي دراعه اليمين وادي دراعه الشمال. دراعه اليمين وصل للبوزيتيف ولا ما وصلش؟ او وصل للنيجاتيف ولا ما وصلش؟ وصل. طب الدراع الشمال قدر انه يوصل للبوزيتيف ولا ما وصلش؟ ما قدرش. ليه بقى؟ عشان دي اوبن في الهواء، متوصل بالهواء، ما ينفعش. فالحالتين دول شبه بعض جدا، فلازم تبقى مركز. الفولتميتر ماسك الباتري من طريق من بره كده، ولا هو يا دوب على ريزيستنس فبيقرا زيرو عشان هنا الكرنت ايه؟ بزيرو. فالحالتين دول مهمين جدا انك تبص على دراعات الفولتميتر. لو دراعات الفولتميتر بشكل او باخر قدرت انها تلمس الباتري يقرا الفي بي. هنا مش قادره النيجاتيف التيرمينال ده لمس النيجاتيف، هنا التيرمينال ده ما قدرش يلمس البوزيتيف لان سويتش اوبن. اوبن يعني ايه؟ يعني الحته دي مش موجوده خلاص. ازاي بقى الطرف ده يتوصل كده؟ ده يتوصل في الهواء كده خلاص، مش عارف يوصل للبوزيتيف. فبنقول انه بيقرا كام؟ بيقرا زيرو، لان فعلا الكرنت بزيرو. حاله رقم 10 سهله جدا. لما يكون عندك فولتميتر متوصل على سلك فاضي يقرا كام؟ يقرا زيرو، لان النقطه دي هي النقطه دي. فاكر مثلا قلت لك من شويه لو انا فاهم معايا 8 فولت، طب ما طول ما انا مكمل انا لسه معايا 8 فولت، ما عدتش على ريزيستنس او لمبه عشان اديها بوتنشال اللي معايا، فالبوتنشال هنا هو اللي هنا. فاكر في البوينت ميثود المره اللي فاتت قلت لك ايه؟ لما تقابل سلك فاضي طول ما انت ماشي على نفس الاسم 1 1 1، صح؟ نفس البوتنشال، مفيش اي دروب في الفولتج. فالفولتميتر هنا يقرا كام؟ بوتنشال ديفرنس 8 ماينس 8 بزيرو. طريقه ثانيه لو انت مش فاهم، الفي بي يقرا كام؟ اي في ار. عندك اي هنا؟ اه عندي. اي سلك فاضي جوه كارد في اي، في ريزيستنس هنا؟ لا. يبقى الفي بكام؟ بزيرو. دي طريقه ثانيه لو انت ما كنتش فاهم. دولت ال10 كيسز بتوع الفولتميتر في غايه الاهميه، ما فيش امتحان الا ولازم فيه سؤال على الحته دي. في الواجب بالتفصيل انا هجيب لك كل الاسئله بكل الافكار من كل المصادر على الجزئيه دي، وان شاء الله برضه هنحلها مع بعض. تعالى بقى نشوف شويه سولف اكزامبلز كده. تعالى نشوف كام سؤال كده من الورك بوك. افتح معايا الورك بوك،
homework 3 number 7. بص يا سيدي, in the shown circuit R1 is increased. الريزيستنس دي اللي هي دي دي RV هتزيد. مداري استاد عايز يعرف what will happen the reading of voltmeter. واحده واحده, هو قال لي ان هقفل السويتش, ذا سويتش از كلوزد اهو, قفلناه خلاص, يعني الكارنت هيمشي عادي جدا وهيزود الريزيستنس. طب لما الريزيستنس تزيد الكارنت يحصل له ايه؟ الكارنت بيقل. طب الفولتميتر متوصل على الريزيستنس ثابته ولا متغيره؟ ثابته. يبقى بيقرا كام؟ اي في ار. الريزيستنس ثابته مالكش دعوه بيها. الكارنت قل. الكارنت قل ليه؟ عشان انت مسكت الريزيستنس زودتها. واحنا عارفين انهم عكس بعض. المقاومه لما تزيد الكارنت يقل. الريزيستنس تزيد الكارنت يقل. الريزيستنس يقل الكارنت يزيد. فهنا قال لي الريزيستنس انكريز يبقى الكارنت ديكريز. يبقى الفي برضه ايه؟ ديكريز اللي هي كانت اول كيس. يبقى الاجابه ديكريز. طب ديكريز وريتش الزيرو ولا ديكريز اند دوز نوت ريتش الزيرو؟ اكيد ديكريز اند دوز نوت ريتش الزيرو. طب ليه؟ هو توصل للزيرو ليه؟ ما هو ده في ريزيستنس وفي كارنت, يبقى زيرو ليه؟ السؤال اللي بعده, ذا ريستات از انكريزد, هيمسك الريزيستنس دي ويزودها. الفولت ميتر يحصل له ايه؟ تاني ده فولت ميتر متوصل على فاريبل ريزيستنس, يبقى ال V equal I for variable. كله هنا بيتغير. قال لي امسك الريوستات وزوده. الكارنت هيقل سيكا. طب الفي تسمع كلام مين؟ تسمع كلام الار زي ما اتفقنا, يبقى انكريز. ان ذا سيركت شون, ان ذا سيركت شون اف ذا ريزيستنس انكريز, برضو الريدنج بتاع الفولت ميتر هيحصل لها ايه؟ تعال نشوف. ده فولت ميتر متوصل على ايه؟ على باتري وجنبها ايه كمان؟ ريوستات. يبقى ال V equal VB minus I افتح بركت عندي الانترنال المستخبية جوه وكمان عايا مين؟ ال R variable. اخد كل الارات اللي ما بين دراعات الفولتميتر, دراع اليمين ودراع الشمال. يا مستر بس هو هنا مش كاتب ان في انترنال. يا عم شيلها ولا تزعل نفسك, خلاص زيرو مش مشكلة خالص, هي يعني ثابتة اصلا حتى لو موجودة. اتفقنا؟ يبقى نشوف بقى عمل ايه. هيمسك الريستات ويزوده. انا لما ازود الار ريستات الكارنت هي ايه؟ هيقل. الفي بتسمع كلام مين؟ دايما الفي بتسمع كلام الار, بس انا عندي هنا ماينس, فالار لو زادت المفروض الفي تزيد, بس عندي ماينس يبقى الفي ايه؟ تقل. في طريقه ثانيه صايعه كده, بص هعمل ايه؟ هغير في المساله شويه. انا هنقل مكان الفولتميتر. فاكر البوينت ميثود بتاعت الحصه اللي فاتت؟ لو النقطه دي اسمها 1 مش كل النقط دي اسمها 1, ولو دي اسمها 2 مش كل النقط دي برضو اسمها 2. طب ما الفولتميتر متوصل ما بين 1 و 2, فانا هشيله من هنا واركبه تحت, يبقى ما بين ال 1 وال 2. طب دلوقتي الفولتميتر بقى متوصل على ايه؟ كونستنت ريزيستنس, يبقى ال V equal I في R. الار ثابته ولا متغيره؟ الار دي ثابته مالكش دعوه بيها. قال لي هعمل ايه في الريزيستنس؟ هزود الريزيستنس, فالكرنت هي ايه؟ هيقل. والكرنت لما يقل الفولت ايه؟ يقل. والاجابه فعلا ايه؟ ديكريز. يبقى في طريقتين اني انقل مكان الفولتميتر, بس انا عرفت انقله ليه؟ عشان الدنيا هنا فاضيه, طريق فاضي. عارف لما كان في ريزيستنس كنتش عارف اعمل كده, كنت هضطر احلها بالطريقه دي. فانت لازم تبقى عارف الطريقتين. سؤال رقم 10, What will happen to the reading of the voltmeter when closing the switch? الفولتميتر ده اصلا متوصل على ايه؟ متوصل على باتري. كيس نمبر 3, بيقرا كام؟ بيقرا V equal VB minus IR. لما انا اقفل السويتش انا عملت ايه؟ بص بقى انت بتفكر ازاي؟ انت بتفكر كده, انا قفلت السويتش فبدل ما بقى عندي ريزيستنس بقى عندي كام؟ 2, فالريزيستنس زادت فالكرنت قل, فالكرنت لما يقل الفي تزيد وتروح تختار انكريز. طبعا غلط. بتنسى انت بقى اللي قلناه المره اللي فاتت. قلنا المره اللي فاتت ان البارلل كونكشن بتصغر مش بتكبر. انا اي نعم اضفت الريزيستنس على السيركت بس وصلتها ايه؟ وصلتها بارلل, والبارلل بتصغر الار ما بتكبرهاش. مش مقتنع يا مستر. يا سيدي ادي ارقام. تعالى نفترض ان الار 1 كانت بخمسه,
وتعالى نفترض ان انت في الاول سويتش كان مفتوح والار الثانيه يا عم برضو بخمسه والسويتش مفتوح انت ما عندكش غير الخمسه. لما تقفل السويتش بقى عندك خمسه وخمسه متوصلين بارلل. لما تحسبه مع الكالكوليتر هيطلع لك 2.5 يعني المقاومه ايه قلت. يبقى لازم تاخد بالك انك اضفت حاجه بارلل يبقى الار قلت يبقى الكرنت زاد. فالاي لما يزيد الفي ايه تقل عشان الماينس يبقى الاجابه ديكريز وبرده مش توصل للزيرو. توصل للزيرو ليه يعني؟ هو الدنيا فل اهي مقفوله والكهرباء ماشيه والفي موجود وكل حاجه زي الفل. رقم 11 if the switch is closed قفلنا يا عم السويتش and ار في از انكريزد هيزود الريزيستنس دي ايه اللي يحصل للفولت ميتر؟ الفولت ميتر متوصل على ايه؟ على سورس باتري V equal VB minus IR. ما هو مفيش غيرها الوحيدة اللي في السيركت فهي دي اكيد السورس. يعني انت ما ينفعش عندك مسألة فيها باتري واحدة وتبقى تشارج. لا مفيش الكلام ده لازم يبقوا اتنين واحدة كبيرة واحدة صغيرة وعكس بعض. مهم الار ايه زادت فالاي ايه اكيد هيقل. طب الاي لما تقل الفي يحصل لها ايه؟ تزيد عشان فينا ايه ماينس عكس بعض انفرس يبقى الاجابه انكريز. رقم 12 in this open circuit when increasing the variable resistance the reading of the ammeter will. ركز معايا كده في السؤال هيزود قرايه هيزود الريستات عايز اعرف الاميتر يحصل له ايه. الاميتر اكيد بيقرا في على ار الفولت اللي على الريزستنس دي الفولت اللي هنا ديفايدد الريزستنس اللي هنا منطقي. طب ما الريزستنس دي بارل مع الريستات يعني الفي ده هو الفي ده الار ثابته ماليش دعوه بيها انهي ار الار اللي جنب الاميتر كونستنت ماليش دعوه بيها عايز اعرف الفولت حصل له ايه عشان اعرف الاي اميتر حصل لها ايه. طب انا مش عارف اعرف من هنا هعرف منين من تحت ما هو الفي ايكوال كام يا اما اي في ار اللي هي الكونستنت ريزنس يا اما اي في ار فاريبل. تمام الار فاريبل حصل لها ايه؟ قال لي انها فين؟ زادت. فالاي لما تزيد الاي يقل سنه. طب الفي تسمع كلام مين؟ الفي تسمع كلام الار فالفي تزيد. هي دي انهي اي يا شباب؟ الاي اللي هنا او الاي اللي في السيركت بره التوتل. هيوضح برضو من خلال الحل في الواجب النهارده ان شاء الله. بس دلوقتي الار زادت فالفولت زاد يبقى الفولت اللي في المنطقه دي الفولت عليها زاد. طب ما دي بارلل مع دي يعني الفولت اللي هنا برضو ايه زاد ان الفولت ده هو الفولت ده فالفولت لما يزيد الاي تي ايه تزيد. يبقى خد بالك ان انت لو زودت الريستات عايز اقول لك ايه اميتر رقم 2 لو انت زودت الريستات اميتر رقم 2 هيقل قرايه ده هتقل اوتوماتيك قرايه اللي فوقيه تزيد لان الفولت زاد. رقم 13 if the sliding contact of the rheostat move from point x to point y هنحرك الدراع ده من هنا لحد هنا ايه اللي يحصل للريدنج بتاع الفولت ميتر؟ الاول ده فولت ميتر متوصل على ريزيستنس يبقى بيقرا ايه؟ اي فار. وفي نفس الوقت انا شايف ان هو قادر انه يلمس الباتري يبقى بيقرا حاجه اسمها ايه؟ في بي ماينس اي ار او بالطريقه الثانيه انك تقرا الفولت ميتر لو دي اسمها 1 يبقى دي اسمها 1 لان كل دول فاضيه او سلك فاضي ولو دي 2 يبقى دي كلها اسمها 2 فهو برضو بين 1 وايه بين 1 و2 يا مستر بس الانترنال بزيرو خلاص يبقى نشيل ده عظيم. يبقى هو بيقرا في بي كونك لاحظت بقى ان الفي ايكوال الفي بي خلاص يبقى الاجابه ريمينز كونستنت مهما انت عملت في الرسمه الفولت ميتر بيقرا في بي والفولت الباتري ما بيتغيرش. طيب لو انا فكرت بقى ايه ايه اللي حصل اصلا في السيركت؟ السيركت في الاول لو انا عند اكس
فده شكلها. ده انا عندي اكس وواي اهو. ده شكلها ان الاثنين دول بارل. لو انا جبت السلايدر عند النقطه واي هتشيله من هنا، بص كده معايا، وتنقله هنا. ده بقى ايه؟ حته سلك فاضيه. بارلل لايه؟ للريزيستنس. تعمل فيها ايه؟ تلغيها. فانت اغلبكم بيعمل ايه؟ اه ال في ايكوال اي في ار، فالار قلت عشان انا لغيت ال مش عارف لغيت اللي فوق، فالار قلت فالفي تقل. بيقول اي كلام يعني، مش مظبوط اصلا. انت لو جيت ده هنا الار هتزيد مش هتقل. ليه بقى؟ لان هما الاثنين بارلل لبعض، فار على الاثنين يعني 5 و5 ب 2.5. بس لما تجيب السلايدر هنا انت بتلغي دي، فيتبقى دي بس اللي هي قيمتها 5، فالريزنس تزيد. فممكن منكم برضه يقول اه ده الريزنس تزيد، فكرت الفولت يزيد يختار انكريز. لا، خد بالك انه متوصل اصلا على ايه برضو؟ على ريزيستنس انترنال زيرو، يبقى بيقرا الفي بي، يبقى الريتو مش هتتغير. نمبر 14. In the opposite diagram ال variable resistance قلت، ايه اللي هيحصل للريدنجز دي؟ تعال نشوف. انا لما اقلل الاريوستات الار equivalent هتقل، فالكرنت التوتال هيزيد. فاكيد اكيد يعني في 1 ده انكريز، ما هو في ده بيقرا اي في ار، ما الفي ايكوال اي في ار، الاي زاد فالفي تزيد. يبقى الفولت ميتر انكريز، يبقى الاجابه يا دي يا دي. طيب انا عايز اعرف الكرنت اللي هنا حصل له ايه. زي اللي حلناه من شويه، لما الكرنت اللي هنا، لما الريزيستنس اللي هنا تقل الكرنت اللي هنا ايه؟ هيزيد. والكرنت اللي هنا لو زاد الكرنت اللي فوق لازم يقل. يبقى انت عندك الكرنت التوتال داخل هيتقسم على كام فرع؟ فرعين. لو قل في واحد يزيد في الثاني، زاد في واحد يقل في الثاني. فالكرنت هنا حصل له ايه؟ انكريز. ليه؟ لان هو قال لك انا هصغر الريزيستنس. يبقى الكرنت هنا ايه؟ انكريز. دي الطريقه السهله اللي الطلبه بتفكر بيها. بص انا هفكر فيها ازاي. ان انا قللت الريزيستنس، فالفولت اللي في المنطقه دي اللي هو هو الفولت اللي هنا ايكوال اي في ار ريوستات. انا صغرت الريوستات فصغرت الفولت. فصغرت ليه؟ فصغرت الفولت. الفولت قل، الفولت هنا قل. طب ما دي بارلل مع دي، يعني نفس الفولت مش عندنا في البارلل بوتنشال كونستانت، يبقى الفولت هنا برضو ايه؟ قل. اوكي. طب الاي هنا بيساوي كام؟ الاي ايكوال في على 2 ار، لان هما 2 ار سيريس. طيب الار ثابته مالكش دعوه بيها. الفولت اللي في المنطقه دي ماله؟ قل. فالكرنت ايه؟ يقل. يبقى الاجابه هتكون بي. يبقى في طريقتين. الطريقه الاولى اللي انا قلتها اللي هي بتاعت الفي، وده اللي انا بفضلها يعني. الطريقه الثانيه اللي الطلبه بتفكر بيها برده مش غلط، ان يقول لي يا مستر الكرنت جاي كده، لا قدامه فرعين. لو لقيت ان الكرنت قل في فرع من الفروع يزيد في الناحيه الثانيه، زاد هنا يقل في الناحيه الثانيه، وهكذا. برده مش غلط، بس يعني ما فيهاش اثبات، ما فيهاش فيزكس يعني. فهو قال لي ان الريزيستنس هنا ايه؟ قلت. يبقى الكرنت هنا انكريز، يبقى على طول الكرنت هنا ديكريز. الطريقه السريعه بتاعتكم، الطريقه اللي فيها فيه لما تقلل الريوستات تقلل الفولت هنا، ولما تقلل الفولت هنا يبقى تقلل الفولت فوق، لان هما بارلل والفولت ثابت، يبقى الفولت قل فوق. ولما الفولت يقل فوق الكرنت برضو يقل، لان يعني المقاومه ثابته زي ما شفت هنا كده. الفي تقل يبقى الاي تقل. كده خلصنا البارت الاولاني من اومز لو فور كلوز سيركت. ان شاء الله المره الجايه باذن الله هنحل بشكل اكتر يعني، والواجب مجمع لك كل الافكار من كل مصدر متاحه.